السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقرير الصباحي لهذا اليوم عندنا مريض عنده صدمة. أنا معكم دكتور وسيم زكريا، أخصائي أمراض باطنية. طبعا المريض يبلغ من العمر 19 عام، أدخل إلى قسم الطوارئ بألم بطني مع أقيعات. إذن ألم بطني مع أقيعات، هي الشكاية الرئيسية عند مريض شاب عمره 19 سنة. إذا تفصيل الشكاية، المريض كان بصحة جيدة من 20 ساعة، قبل 20 ساعة من هذا القبول ما كان فيه شيء، صار عنده ألم بطني وغثيان. هو كان في مطعم محلي أكل رز ودجاج ويعني بعض البقايا من الطعام. حدثت يعني نوبات لديه من الأقيعات المتكررة، احيانا صفراويه احيانا شوي يعني لونها بني او احمر. طبعا تبع الم البطن والاقياء صار عنده قشعريره برديه، يرجف، تعب عام، ضعف عام، ازداد تدريجيا، صار عنده الم عضليه منتشره، الم في الصدر، ضيق في التنفس، صار عنده وجع راس، صداع شديد، صار رقبته حس انه ما بقى تتحرك، يبسانه، صار في عنا رؤية ضبابية. طبعا تم إحضاره لقسم الطوارئ للتقييم، وباقي الأجهزة كان طبيعي. فبداية مع شكاية الألم البطني، بطلب الآن من الشباب أنه يسألوا أسئلة عن الألم البطني، إذا في أسئلة تانية مثلا. هاي الشكاية الرئيسية للمريض. عندنا عند الدكتور عبد الكريم، تفضل دكتور عبد الكريم. طيب أحمد العمر، بس أنت تفتح ميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله، كيفك حكيم؟ وعليكم السلام. في أي أسئلة بدك تسألها عن الألم البطني غير الشيء الموجود حاليا بالقصة السريرية؟ مكان ألم البطني حكيم هو موضع والمنتشر إنه كل البطن. تمام تماما. إذا مكان الألم البطني كان حوالي السرة تقريبا، هو معمم أكثر يعني. هو الألم البطني مضض ولا مع مضض راجع كمان؟ لا، ما حكينا على الفحص حاليا، بنحكي على القصة السرية. فإذا في شيء بالقصة السرية ممكن هذا. ترافق الألم البطني مع إسهال؟ لا، ما في إسهال، فقط أقياءات. فقط أقياءات. الألم البطني بيجي قولنج ولا مستمر؟ الله، هو أول شيء كان قولنجي، بعدين صار مستمر. طيب دكتور أحمد، بتعرف الـ OBQRST؟ إيه تمام حكيم. طيب نبدأ مع الـ O. إيش يعني O؟ إذا بنفصل أي شكاية يا شباب، نبدأ يعني بشكل منهجي. في عدة طرق، في عندنا الـ OBQRST وفي عندنا السقراط يعني، بس هيدي بلاقيها أسهل أنا. طيب الأو شو معناتها؟ شو معنات الأو دكتور أحمد؟ طيب الأو يعني البداية. من أمتى بلشت؟ بلشت من 20 ساعة تقريبا. طيب ظروف البداية كانت أنه هو أكل بمطعم محلي رز ودجاج، وبقي شوية طعام أخذه معه على البيت، كمان أكلوه هو بايت يعني. إذا هاي البداية، بداية حادة ولا مزمنة تعتبر؟ بداية حادة. إذا أول شغلة كشفناها بهي الحالة إن هي حالة حادة. الحالات الحادة بتفرق عن الحالات المزمنة. بتعرفوا دائما نشك بحالة حادة لازم يكون في عندنا أمراض، يعني بتكون خمجية عادة، أمراض وعائية مثلا، الأمراض التنشؤية أو يعني السرطانية بتكون مزمنة، هيدي عادة بتطول كتير. الأمراض الاستقلابية ممكن تكون مزمنة مثل السكر إلى آخره، ومع اختلاطات حاده مثل مثلا دي كي اي او مثلا ارتفاع الضغط وهيك شغلات. اما يعني الحالات الخمجيه، الحالات الالتهابيه، حالات الانزيماميه، واحد مثلا تسمم بشيء دواء او لاخره، ممكن تكون حاده. فاول سؤال بنساله تقريبا بدلنا على
شيء معين. البي شو البي؟ البي يعني position أو palliative and provocation، الشغلات اللي بتسيء للحالة والشغلات اللي بتنقصها. provocation يعني بتحرضها، والباليتيف يعني اللي بتحسنها. هلا مثل ما لاحظتوا انه المريض هون ما ذكر هذا الشيء، صار له 20 ساعة ما جرب ياخذ دواء مثلا ليسكن الألم، ما جرب ياخذ وضعية معينة، بشكل عام عم يذكر لك فقط ألم بطني، ما ذكر، ما أخذ دواء، ما لحق يجي ياخذ دواء، راح فورا على المستشفى. فما يعني جوابا على سؤال البالياتيف والبروفيكيشن ما في عنده جواب. قلت له مثلا في شيء معين مثلا انت لما بتاخده مثلا بتاكله بصير معك هذا الالم، بقول لك اول مره هذا بيجيني الالم، انا ما كثير بيجيني الام بالبطن لكن اول مره من 20 ساعه تقريبا بلش هذا الالم. اذا ما في عنده محرضات ما في عنده هذا. الكيو هي الكواليتي، يعني شو هي نوعيه هذا الالم. هلا نوعيه الالم يعني في الام باغصه مثلا، في الام مستمره، كمان نحن فصلنا بشكايه الاقياء اللي هي بتكون مرافقه يعني له، شو هذا الاقياء شو نوعه، مثلا هون صفراوي واحيانا عم يجي بني احمر. هلا ما واحد بيراجع كثير يعني عنده عده نوبات، يعني ثلاث اربع مرات راجع، مرات صفراوي مره احمر، شو ممكن يكون عن شباب على الشات؟ ممكن نكتب على الشات إذا واحد راجع كثير أصفر بعدين صار يراجع أحمر، شو ممكن يكون؟ تمام، مالي ريوايس. تمام شباب، إذا مالي ريوايس ممكن يكون واحد عنده قرحة معدية وعم يراجع كسبب، لكن بشكل عام إذا واحد راجع كثير ممكن يصير في تمزق بالمخاطية والغشاء المخاطي السطحي فنشك بالمالي ريوايس. فهي الكواليتي. الكواليتي أحيانا ما كثير بنحسن نجاوب على هذا السؤال او يعني نسال منه اسئله. في بعض الالام مثلا مثل الالم الصدري في له نوعيه معينه، حارقه، طاعنه مثلا، بالصداع مثلا نابض، زله تنفسيه مثلا مواصفاتها زله اضطجاعيه ولا زله جهديه ولا زله انتيابيه. اذا هاي الكواليتي بنفصل بنوعيه الشكايه. الار هي الريجيشن، المكان، والرادييشن. اذا وين مكان الالم؟ مكان الالم تقريبا حوالي السره، معمم بشكل عام يعني ممكن حوالي السره وكل البطن. الرادييشن اين ينتشر؟ انتشار مهم، شكايه مهمه في بعض الامراض مثلا بنذكر فيها الالم الصدري مثلا اللي بينتشر على الذراع الايسر هذا بيكون خناقي، الألم المراق الأيمن اللي بينتشر للكتف الأيمن هذا بيكون عن التهاب مرارة، الألم المراق الأيسر اللي بينتشر للكتف الأيسر وهي بيكون احتشاء طحال عادة، الألم البطني اللي بينتشر للظهر هذا ممكن يكون أم دم أبهرية بطنية، وممكن يكون عن التهاب بنكرياس. والألم الصدري اللي بينتشر للظهر شو هو شباب على الشات؟ قولي شو هو الألم الصدري اللي بينتشر على الظهر؟ طبعا هذا المريض عنده ألم بطني حوالية السرة، تسلخ الأبهر، برافو عليكم، تسلخ الأبهر بينتشر للظهر. ويعني المريض عنده فقط ألم بطني معمم حوالية السرة وما بينتشر للظهر. الاس هو السيفيريتي، شدة الألم. المريض عم يذكر انه الالم يعني من 20 ساعة لكن ما وصف شدة الالم. ممكن اذا سألنا يعني بالتحديد انه كان هو الالم بدايته كان خفيف بعدين بلش يشتد بشدة. فالبداية السيفيريتي ممكن نسأل عن شدة الالم من 10، نسأله المريض من 10 شدة الالم، المريض كان عنده 7 تقريبا من 10، او ممكن حسب ما قال هو انه بلش تقريبا 3 من 10 بعدين وصل ل 7 من 10، اذا يعني ازداد في الشده وهذا مهم جدا. يعني الامر الثاني انه ممكن نسال انه اذا عم يخف وبيروح، احيانا مثلا كان 7 من 10 رجع 3 من 10، فممكن يكون هذا الالم الماغص
الألم الماغص عادة بيكون بالأنابيب الموجودة في الجسم مثل الحالب مثلا، مثل المرارة، مثل الأمعاء، هذا يكون ألم ماغص بيروح وبيجي. هذا الألم عم يزداد، هون عنده وعم يزداد، فعنده مشكلة ثانية. الشيء الثاني بالنسبة للسيفيريتي ممكن نقيسها عند المرضى الجاهلين، ما كل الناس بتحسن تعرف إنه الشدة من عشرة، ممكن نقيسها بألم الأسنين. يعني مثلا إيش هذا ال شدة هذا الألم مقارنة بألم الأسنان، تعرفوا ألم الأسنان شديدة جدا. آخر شيء التايم، هلا التايم مو مثل الأونست، الأونست يعني هي البداية إنه إمتى بلش الألم. التايم شد مدة الألم، إذا كان ألم ماغص تشوف النوبة شد مدتها. أحيانا مثلا إذا بنحكي على الصداع، مثلا الصداع في بعض أنواع الصداع العنقودي مثلا بيطول 180 دقيقة بعدين يعني بيروح. الصداع الشقيقة ممكن يطول 3 أيام. صداع التوتري ممكن دائم. الربو إذا حكينا مثلا شكاية زلة تنفسية بالربو بنشوفها بالليل أكثر من النهار، السعلة بالليل أكثر من النهار، أو لما بيرجع المريض من شغله. بالنسبة للألم البطني هون ما في، يعني عم يزداد صدر من 20 ساعة، ما حس المريض انه يعني له اختلاف بين الليل والنهار. المده يعني هي 20 ساعه ولكن عم تزداد، ولكن عم يزداد الشده، ما وقف ابدا الالم. لاحظنا شكايات ثانيه مع الالم البطني والاقياءات والغثيان، صار في عندنا قشعريره. هي شو بدل القشعريره شباب؟ اتشات. صار في عندنا الام عضليه منتشره، صار في الم صدري، فأنا ملاحظين شغلتين، يعني ألم عضلية وألم صدرية. صار في ضيق في التنفس كمان، إذا المريض بلش يعاني من ضيق في التنفس، صار عنده تسرع في التنفس. القشعريرة إنتان، نعم ممكن تكون إنتان، البردية دائما بتدل إنه في إنتان، صح. في ربط بين يعني ألم عضلية، ألم صدرية، ضيق في التنفس، ممكن ربط بشيء مثلا هلا يعني عم يعدي علينا كثير، الصداع. مثل ما يكون شايفين القصة ما ضروري تكون دائما يعني من جهاز واحد. مريض صحيح كان عنده آلام بطنية وعنده غثيان، هي أعراض هضمية، لكن بعد شوي صار لك عندي آلام صدرية، عندي ضيق في التنفس، عندي صداع، جهاز عصبي، جهاز تنفسي، جهاز قلبي، تيبس الرقبة، يمكن هذا يكون عضلي مثلا. الرؤية الضبابية هي رحنا على العين أيضا. إذن يعني مثل ما أنا شايفين لازم دائما نأخذ القصة بشكل مفصل. ممكن نخلي المريض يشرح يعني إيش عم بيصير معه، وإذا ما جاوب ممكن نبلش نسأله نحن أسئلة الاستعراض بقية الأجهزة. فنحن بس سألنا هدول الأسئلة أو قلنا ياهم المريض، بعدها نبلش بقى نستعرض بقية الأجهزة. بمعنى آخر أنا المريض هذا أجاني بألم بطني، فأنا أروح بسأل كل الأسئلة اللي بتتعلق بالألم البطني بالجهاز الهضمي. بس بعد ما سألت الألم البطني وفصلت شكاية الألم البطني، بسأله في مراجعة، في غثيان، في إسهال. الشهية كمان مهمة جدا بالألم البطني أو عفوا بالجهاز الهضمي. الوزن احيانا له علاقه بال يعني الجهاز الهضمي، اللي ما بيحسن بياكل، وخاصه اذا كان الالم مزمن او مثلا اسهال مزمن او كذا، الوزن كثير مهم، متعلق دائما بالجهاز الهضمي. ويعني اكثر شيوعا المرضى مثلا ما بياكلوا بسهلوا كثير، ما بيكسبوا وزن، مثلا اداء زلاقي او مثلا سرطان الكولون الى اخره. فالوزن، نقص الوزن مهم، والوزن والشهية والإسهال والإمساك أيضا كشكاية هضمية. طبعا الشكايات الهضمية المهمة هو اليرقان، واللي بتتعلق بال يعني الكبد. ما ضروري إذا المريض قلت له عندك صفار بعيونك يجاوب، ما كل الناس بتطلع بالمرأي كل يوم، لكن هاي ممكن تكون فحص سريري، وممكن يكون يعني بالقصة السرية. إذا بيجيك أحيانا مرضى على العيادة بيقول لك أنا حاسس لوني مصفر أو عيوني مصفرين، هاي بتكون شكاية سهلة، والمريض يعني مثل ما بيقولوا بيوجهك نحو الأمراض الكبدية، لكن هذا غالبا أنت بتكتشفه بالفحص، هو الأغلب يعني. طيب استعرضنا الجهاز الهضمي، ويعني يعني كل متعلقات وأعراض الجهاز الهضمي، ننتقل للجهاز الثاني مشان نستعرض بقية الأجهزة. دائما خذوها قاعده انه ما في شيء عرض او خلينا نقول مرض
بجسم الإنسان بيور، نادرا ما يكون بيور. حتى الألم الصدري، الخناق الصدري إذا بتتذكروا، من الأعراض المرافقة له الغثيان، وأحيانا بيجينا المريض الاحتشاء العضلي القلبي عنده ألم شرسوفي. فما دائما يوحي لك دائما المكان أو خلينا نقول العرض بالجهاز نفسه، ما ضروري كل الأقياء هو يعني هضمي، ممكن الأقياء شو يكون سببه، ممكن يكون سببه عصبي، ممكن يكون من الأذن الداخلية. إذن فكروا دائما بداخل الصندوق وخارج الصندوق. فلذلك لازم نستعرض بقية الأجهزة، فرح أستعرض أنا بقية الأجهزة عن طريق الأخوة على الشات. أرجو أنه اللي أفتح له ميكروفون أو أحكي معه فورا يستعرض لنا الأجهزة. دكتور عمار كيسوم، ما بعرف إذا جاهز. ماشي اليوم شباب، نحاول نكون تفاعلية شوي. دكتور عمار، دكتور موسى، يلا يا شباب الله يرضى عليكم، مالكم مركزين كانوا. دكتور مصطفى، ايه حكي معك دكتور مصطفى. استعرض لنا امامك المريض، استعرض لنا اسئلة الجهاز التنفسي، ممكن القلبي مع بعضه. طيب تمام حكي. تسأل المريض عن أعراضه القلبية والتنفسية. تمام، أول شيء رح نسأله في عنده أمراض تنفسية أو قلبية سابقة. لا خي، ما بدي السوابق الماضية، بدي الأعراض. تمام، نسأله إذا في عنده سعال، نسأله إذا في عنده زلة تنفسية، نسأله إذا في عنده في عنده ترفع حروري، نسأله إذا في طيب. صار في عنده حرارة. بس ثواني، سألني السؤال وأنا بجاوبك. تمام، في سعال؟ لا ما في سؤال عنده. ما في سؤال. زلة تنفسية؟ في عنده ضيق تنفس. نعم ضيق تنفس. تمام، ننتقل على الفحص، يعني بدنا نصغي، بدنا نقرع، بدنا لا خلينا بالأعراض. هاي بس هيك الأعراض التنفسية فقط، سعال وضيق تنفس، هدول أعراض تنفسية؟ أكيد لا، بس سكرت معك. طيب، في عندنا نفس الدموي، نفس الدموي تبعك. نسأل عن نفس الدموي، المريض ما عنده نفس دموي حاليا. كمان نسأل عن بحث الصوت، احيانا بحث الصوت هيدا من اعراض التنفسية اللي ممكن تشير لايش؟ بحث الصوت ممكن تشيرنا لورم، ممكن ورم. وين الورم يكون؟ ورم ضاغط على الحبال الصوتية، يعني من الحنجرة أو على حساب الدرق مثلا. لا مزبوط حكيك، ورم في الحنجرة ممكن يسبب لنا بحث صوت، لكن في شغلة بتضغط على برات الحنجرة، شو هي؟ مين بيعرف شباب؟ برات الحنجرة مقصود فيها رمبانكوست حكيم أو هورنر أو تمام، بس هورنر إيش دخلوا بالبحث صوت؟ لا بانكوست. إيه ليش يعمل بحث صوت؟ الدرق ممكن تضغط، لا بس ما بتعمل بحث صوت شباب. تمام، تضغط على المري بيعمل عسر بلع، بس ما بتعمل بحث صوت. الأورام هو مزبوط، الأورام وبانكوست يعني، بس شلون طريقة بصير فيها بحث صوت؟ في شيء تاني كمان ممكن يضغط ويسبب بحث صوت، لزينة اليسرى صح؟ إذا تضخمت عايشة بتضغط. تمام. يا شباب نرجعكم للتشريح، معناتها أعملكم محاضرة بالتشريح، مين كتب الضخامة وزينية؟ برافو عليك أبدا. إذا انضغاط العصب الحنجري الراجع، تمام. إذا نحن العصب الحنجري الراجع إذا انضغط سواء بالورم أو بالضخامة الأزينية ممكن يسبب لنا بحث صوت، هذا من أعراض التنفسية المهمة. طبعا ممكن يكون الزرقة والوزيز هي أعراض بيشكي منها المريض، يعني بيقول لك المريض أنا بزرقوا شفايفي. هاي ممكن تكون عرض وممكن علامة، وخاصة عند الأطفال أمهاتهم يجيبون يقول لك بزرق ابني على البكي مثلا. أما الـ 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 الوزيز بيقول لك في صفرة، ما بيقول لك في وزيز. وانتبهوا هذا يعني المصطلحات العامية ممكن تكون في لها مرادفات عندنا. بيقول لك أنا بصفر صدري صفر، خاصة بالليل بلاقي صدري يعني صفر. فعلا هو إذا أنت قربت من المريض أو حطيت سماعتك، جربت تحط سماعتك
يعني قرب فم المريض فراح تسمع صوت الوزيز او الصفره، يعني هي اللي عم نحكي فيها. اذا هي من الاعراض دائما شحطه في الصدر. نعم، هي الاعراض اللي ممكن يراجع فيها المريض الصدريه. المريض القلبيه ممكن نساله عن الالم الصدري، اذا ما سالنا عليه بالصدريه نفس الشيء. عندنا الخفقان، شكايه مهمه جدا. عندنا الزله التنفسيه بانواعها طبعا. إذا قال المريض عنده زلة تنفسية مثل هذا المريض، فلازم نرجع نسأل عن الزلة التنفسية بأنواعها. مين بيعدد لنا أنواع الزلة التنفسية؟ يلا يا مصطفى، شو أنواع الزلة التنفسية مصطفى أرملي؟ إيه حكيم معك. الزلة الجهدية. تماماً. الزلة الاضطجاعية. تماماً. عن الزلة الانتصابية. انتصابية، شو هي الانتصابية؟ اشرح لهم يا للشباب. الانتصابية حكيم بيكون بصير الزلة عند الوقوف، عند ساعة توقف المريض. طيب وين هي منشوفها؟ هبوط ضغط الانتصابي. لا، هي انت خربطت بين نوعين. هذاك اسمه هبوط ضغط انتصابي. انتصابي ايه، تمام حكيم. لما المريض بيبرك، نحن بالعادة نعرف الزلة الاضطجاعية هي الزلة لما واحد بيتشطح بصير في عنده ضيق نفس، هي بوزمة الرئة أو بقصور قلب. وأحياناً في بعض أنواع الربو الشديد والسيولوجي الشديد بصير زلة اضطجاعية. زلة انتيابية الليلية هو في المريض بالليل بضيق نفس، ولكن الزلة والجهدية هي على الجهد اللي هي طبعاً. أربع درجات. الدرجة الرابعة ممكن تكون على الراحة، هو بيرك المريض يكون عنده إذا بده إيه. فالزلة الانتصابية هو لما بيبرك المريض بصير في عنده زلة. بصير في زلة تمام. مين بيعرف شو سببها شباب؟ يكتب على الشات. لا مو قصور الأظهر ولا نقص الحجم، لا الحبل. برافو عليك مصطفى، ليش ما حكيت لك قبل؟ الحبل الشديد شباب، لما بصير في عندنا حبل شديد بصير عندنا زلة انتصابية لما بيبرك المريض. في عندنا زلة تنفسية صباحية كمان، هيك بسموها زلة تنفسية صباحية. مين بيعرف شو سببها؟ في عنا زلة انتيابية ليلية، لكن زلة صباحية شو سببها؟ لا الربو بالليل زلة ليلية، انتيابية ليلية. ربو والقصور القلب زلة انتيابية ليلية. طيب ما جاوبته مع انه سهله. ايوه تمام مصطفى، سي او بي. سي او بي دي بيجي بفيق الصباح المريض. تذكروا كل المرضى المدخنين لما بفيقوا الصباح بيصيروا بيسالوا الصباح، بيسالوا بيطالعوا هالبلغم اللي عندهم وبيضيق نفسهم بعدين بيتحسنوا. اذا السي او بي دي عنده زله تنفسيه صباحيه عكس الزله الانتيابيه الليليه. طيب بعدين راح نسأل، هاي سألنا الأعراض القلبية. طبعاً من الأعراض القلبية المهمة هو النفس الدموي اللي ممكن تكون خطيرة. نحن نعرف النفس الدموي هو صدري. طيب إيش أسباب القلبية شباب؟ أنا كل هالشيء بحاول يعني أدلكم إنه ما في شيء اسمه مرض بيور. فيه تداخلات بين الأعراض. تضيق تاجي، برافو عليكم. إذا واحد من الأسباب تضيق تاجي، بدي سبب تقريبا. شو السبب الثاني؟ النفس الدموي قلبي غير التضيق التاجي. صمة رئوية، صمة رئوية عم بتقاتل والله الصدرية مع القلبية. ناس بتقول هذا المرض قلنا وناس بتقول هذا المرض قلنا. في مرض خاص بالقلبية. لا ارتفاع التوتر الرئوي لا. تمزق أم دم. طيب الله مزبوط حكيك. تمزق أم دم، بس هلا إذا تمزقت أم الدم ليش ليطلع دم مع جهاز التنفس؟ يعني عشان صار عندنا تمزق أم دم فعلا، بس هيك وين بدها تروح إذا تمزقت؟ لازم تروح بالجوف الصدر أو بالمنصف. يعني ليش ليروح يوصل على الجهاز الرئوي والمريض يصعد ويطالع دم؟ لا لا ما له علاقة بالموقع. في اتصال بين الأبهر وجهاز تنفسي. وزمة الرئة يعتبر قشع وردي وليس نفس دمويا. طيب أنا راح أقول لكم حالة وحيدة شفتها بحياتي.
صار في ناسور بين أم دم كبيرة بالجسم، مريض عنده أم دم من 3 سنوات ورفض العمل الجراحي، فصار في اتصال، برافو عليك صالح، صار في اتصال بين أم الدم والجهاز القصبي، صار في ناسور، فالمريض فجأة فتح الناسور على الأبهر، الأبهر على القصبي، وصار في عنده نفس دموي. لأن هذه الحالة يعني خطيرة جدا، والمريض فعلا ما طول معنا ساعات وكان متوفي. ننتقل للجهاز العصبي. جهاز عصبي مثل ما لكم شايفين صداع، أن أول الأعراض هي الصداع. دائما تذكروا الجهاز العصبي، صداع، الخزل، الشقي، الخدر والنمل، الضعف العضلي، كلها هي أعراض. هذا الرنح، واحد المريض عم يدوخ الدوار يعني. بعدين فكروا بالحواس الخمسة اللي هي بسيطر عليها الأعصاب القحفية، مثلا حس الرؤية، مثلا في تشوش في الرؤية. نسأل عن الشم والذوق، خاصة هلأ بالكورونا، من شوي كتب واحد الشباب كورونا، أعراض كورونا هي الصداع، الحرارة، ضيق التنفس، مهمة جدا الشم والذوق، والسمع أيضا، نقص السمع كمان هذا لازم نسأل عنه. طبعا في عنا الردة الكلامية، الحبس الكلامية، المريض ما بيعبر عنها، لكن ممكن يقول لك أحيانا إذا كان في TIA ما حسيت يا دكتور لأن شكل لساني ما بقى أحسن أحكي. بالنسبة للاختلاجات يعني من النادر جدا يقول لك واحد أنا اختلجت، يعني إلا إذا مثلا شافوا أهله بيعرفوا أنه هو يختلج بشكل دائم، فبيجي بيراجعك بيقول لك والله اختلجت صارت 3 مرات. يعني قصدي هو بيعرف حالته ومشخص، لكن أول مرة الشهود بيعطوا إنه في اختلاجات. ثواني شوي. إذن شكاية الاختلاجات هي شكاية من عند المرافقين المريض. هلا لاحظوا المريض عنده صداع، تيبس في الرقبة ورؤية ضبابية. شو بتتوقعوا تيبس في الرقبة؟ شو بيكون أسبابه يعني؟ غير التهاب السحايا. نعم التهاب السحايا صحيح. ممكن تكزز. نعم ممكن تكزز يعني الكزاز ولو انه نادر. تمام نزل تحت عنكبوتي، برافو عليكم. كمان غيره ممكن تشنج عضلي، يعني ليش رحتوا للاشياء هذا؟ ما صار معكم ولا مره يبوسه بالرقبه؟ ما بقى تحسنوا جلسوا رقبتكم؟ بصير معنا كثير لما بصير في واحد بياخذ برد مثل اليوم، الله يجرنا من هالبرده، بصير في واحد، لا تفكر خارج الصندوق كثير بعدين بتطير، بصير واحد يتيبس عضلات الرقبه. ممكن كمان تشوف في عندنا مرض بيؤدي ل تيبس العمود الفقري كله. كتب واحد تنكس عمود رقبي. يلا تنكس عمود رقبي مزبوط، احيانا ممكن يسبب في مرض اسمه الدش، هذا عند كبار في العمر يصير في يعني تكلس بين الفقرات، بسموه التكلس العظمي المنتشر الهيكلي. التسمم بستريكنين، والله ما بعرف شوي استريكنين يا شباب، حدا بعرف استريكنين؟ اسم ثاني. قصدك تسمم وشيقي؟ إذا قصدك تسمم وشيقي ممكن، نعم مثل الكزاز بيعمل. عندنا التهاب فقر لاصق، لا تنسوا التهاب فقر لاصق ممكن بيعمل التصاق في الفقرات. نعم برافو عليك سعد. إذا يعني حطينا تشخيص تفريقي تيبس الرقبة. راح نكمل مع الحالة، أو يعني قبل ما يعني ننتقل للحالة، هي في عندنا بقي الاستعراض الجهاز الغدي والجهاز العضلي المفصلي، العضلي الهيكلي. الجهاز الغدي يعني عادة ما بنسأل عنه كثير، لأنه ممكن يكون جهاز غدي يعني خاص، هذا بيجي على يعني بيجي على العيادة الخاصة، لكن إذا شفتوا أعراض ممكن تشير لمنشأ غدي، ممكن نسأل عن الأسئلة الغدية مثل مثلا البوال والسهاف،
نقص الوزن وزيادة الوزن، زيادة الطول ونقص قصر القامة، فرط التعرق، الضخامات، مثلا ضخامة النهايات، مثلا واحد عنده نمرة إجره كبيرة، أو مثلا الخاتمة ويدخل بإيده، الصداع والتشوش الرؤية، الأعراض النخامية، نرجع مثال عنا، المريض اللي في عنده فرط نشاط درق، مثلا عنده رجفان في إيده، وأبصر في عنده فرط تعرق. نسأل كمان عن الدورة الطمسية واضطرابات الدورة الطمسية، مثل مثلا تطاول، انقطاع الطمس إلى آخره، هذول كلهم الأسئلة الهرمونية، أعراض سن اليأس عند الكبار بالعمر. بالنسبة للحالة استعراض الجهاز البولي التناسلي، أيضا نسأل عن البول الليلي، تعدد البيلات، كمية البول الزائدة، تغير لون البول، تقطيش البول أو بسموه تنقيط، ما بعد يعني التبول بصير في تنقيط خاصة عن مرضى ضخامة البروستات. معظم هاي الأعراض بصير بالبروستات، ضخامة البروستات ممكن تصير عند مرضى السكر كمان، البول السواف، البول الليلي. الأعراض الجهاز العضلي الهيكلي هي الآلام العضلية، الضعف العضلي، الآلام المفصلية، الآلام الوترية. ولا تنسوا إنه الجهاز العضلي الهيكلي هو يعني الأمراض المفصلية بشكل عام هي أمراض جهازية، يعني ما بتصيب بس المفاصل، ممكن تصيب الأجهزة خارج المفاصل، مثلاً الزئبة الحمامية ما في جهاز إلا بتصيبه، تصيب جهاز عصبي، جهاز قلبي، جهاز تنفسي، جهاز الهضمي، روماتويد أرثرايتس نفس الشيء، التهاب المفاصل الرسياني، التهابات الأوعية بتصيب الأوعية الصغيرة والكبيرة، تصيب الكلية، تصيب التنفس، ممكن تصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. إذا يعني فصلنا نحن بشكل زائد، نحن هدول الأسئلة لازم ما يتجاوز عنا دقيقة سؤالهم. عند هذا المريض باختصار ألم بطني معمم مع غسيل وقيام 20 ساعة تالية تناول طعام، في عنده بردية وسخونة، في عنده ألم بالصدر، ضيق في التنفس، ألم عضلية، صداع وتيبس رقبي مع رؤية ضبابية. هنا على الفحص، في سوابق المرضية اكتئاب، كان يصير عنده انتانات أذن متكررة بالطفولة، السوابق الدوائية بشكل عام هو يعني بصير في عنده كثير انتانات أذن متكررة، فممكن أحيانا بعض الأحيان بيستخدم يعني ديكستروميتورفان ك مضاد سعال، والديفينهيدرامين كمضاد حساسيه، كون دائما في عنده التهاب انف متكرر والتهاب اذن وسطى، لكن ما بستخدم ادويه اخرى يعني بشكل دائم، لان هذول بس لما بصير في عنده انتانات مو مدمن عليهم، يعني ما في عنده اي عمليات جراحيه، ما بتحسس من اي دواء. ممكن يعني نسال المريض بالنسبه للتحسس عن السوابق مثلاً تحسسية، ما قال لك ما بتحسس من شيء، نسأله مثلاً بتحسس من البنسلين، بتحسس من أدوية السلفة، تعرفوا البنسلين بتحسس من البنسلين، ممكن 10% بتحسس على السيفالوسبورينات، فكمان هي ننتبه لها، تحسس من أدوية السلفة، وأدوية السلفة التحسس منها ممكن يكون كمان عند المرضى اللي بياخدوا بعض الأدوية اللي بتحوي السلفة. مين بيعد لنا الأدوية اللي بتحوي السلفة؟ عالتشاتينج شباب، شو هي الأدوية اللي بتحوي السلفة؟ باكترين، برافو عليكم، هذا أول واحد، ميسوبرين، سلفة مسكسازول، سلفة سلايزين، أدوية السلفة المهمة اللي هو مستخدمه بالتهاب المفاصل، تمام؟ وكمان في دواء من مضادات الالتهاب غير استرويدية يعتبر من أدوية السلفة، مين يعرفه؟ لا، الأسبرين لا يعتبر من أدوية السلفة، لا. سيليكس، سيليكوكسيب، سيليكوكسيب شباب يعتبر من أدوية السلفة، ايضا من ادويه ايتوكسيان، من ادويه السلفة دواء للسكر، هنا ومنهم يعتبر من ادويه السلفة،
سلفونيل اليوريا، تمام. سلفونيل اليوريا بشكل عام، أدوية السلفونيل اليوريا هي تعتبر من أدوية السلفة. في عنا مدر بولي يعتبر من أدوية السلفة، مين بيعرفه؟ لازكس، نعم. فورزمايد، دائما خلينا نكتب الأسماء العلمية ولا التجارية. الفورزمايد هو من أدوية السلفة. طيب في دواء بيستخدموه للحروق، سلفاديازين فضة، نعم. هذول إذا هذول هنا أدوية السلفة، ننتبه إلى هذول الأدوية. إذا بتحسس منه المريض ممكن يصير في عنده حساسية والتهاب كلية خلالي، وممكن يا شباب بتحسس من السلفة شو يصير معه؟ أنه مرض الفوال، عوز شيء زيك سبيدي عليكم. طيب بالنسبة للسوابق العائلية، المريض والده بيعاني من داء شرايين إكليلية، والدته بتعاني من قصور بالغدة الدرقية، شقيقه عانى من التهاب سحابي فيروسي لما كان عمره 6 أسابيع، يعني قديم، حكي قديم. إذا هاي القصة العائلية مهمة دائما لنسأل عن الأمراض الوراثية، نسأل عن الأمراض اللي بتنتشر بشكل عائلي. مثلا إذا عندنا داء الشرايين الإكليلية، أي مرض عائلي، مرض الغدة الدرقية مرض عائلي. ممكن إذا في ربط بين هذا المرض والأعراض المريض، مثلا المريض عنده ألم صدري إذا بتتذكروا، ممكن ربط بيناتهم. قصور الغدة الدرقية ما شفنا بين أعراض المريض أعراض بيشير لقصور الغدة الدرقية. قصة التهاب السحايا الفيروسي لو كانت في نفس اللحظة ممكن نقول إنه عدوى، ممكن، نعم. لكن خارج الفترة ما هو مرض عائلي، ما بينتقل بشكل عائلي. أما لو كان بنفس اللحظة ممكن يكون ينعدى منه المريض فيصير في ما عنده عدوى. إذن هذا المرض لا يشير لشيء. نسينا نحكي عن السوابق الجراحية. بعض الأحيان السوابق الجراحية يعني بتساعدنا، مثلا المريض عنده عمل زائدة من قبل وحاليا مثلا عنده ألم بطني، ممكن يكون مثلا من زمان عمل زائدة، ممكن يكون التصاقات في البطن فبيسبب عنده انسداد أمعاء مثلا. يعني دائما يعني الربط بين الجراحة والأمراض، يعني أحيانا اختلاطات بعد الجراحة، مثلا اختلاطات ممكن بالتخدير، اختلاطات مثلا مريض تخدر وبعد التخدير ترفع حروري شديد، يعني بعد ما طلع العملية ترفع حروري شديد وظل غايب على الوعي، شو هي المتلازمة هيدي؟ صار عنده صمل عضلي. مريضنا طبعا ما عنده أيام جراحي، ما عرفتوها. سؤال إنه مريض بعد التخدير عم يعمل جراحي، بعد التخدير صار عنده ترفع حروري صمل وتغير معي، ما فاق بالتخدير. إيه شو اسمه؟ ارتفاع الحرارة الخبيث. برافو عليكم، تمام. إذا مالجنانت هايبرثيرميا. طيب يعني بشكل عام الجراحة بتفيدنا، نعم بتفيدنا. يعني كثير في أمراض بتترافق مع هذا، مع أمراض تانية أو عمليات جراحية بتترافق مع أمراض تانية. السوابق الاجتماعية دائما هي تهمل بالقصة السرية. عم يقول لك هذا المريض بيعيش بالمنزل العائلة، أمه وشقيقته وبيربي 3 قطط، لكن قبل ما يعني يدخل على الإسعاف كان هو يعني رايح زيارة عند رفيقه من 5 أيام، إذا زيارة جديدة. وخلال هالفترة يعني صارت معه هاي الحالة في 20 ساعة الماضية. السوابق الاجتماعية بشكل عام مركز فيها على أسئلة تخص يعني الوضع الاجتماعي عند المريض، شلون وضعه في المنزل، مع مين بيعيش، شو الحيوانات بيربيها، شو هي هواياته، شو هو عمله، شو وضعه المالي، مثلا مديون، هذا بدل على الاكتئاب مثلا. مثلا هلا في عنا الامراض هلا المرتبطه كثير يعني الوضع النزوح عنا، مثلا نازح يسكن بخيمه يسكن ببيت، شو وضع التدفئه عنده مثلا. هلا شائع جدا عنا هلا المرضى بيصير في عندهم ربو نتيجه استخدام يعني مدافئ الحطب مثلا، مدافئ الفحم،
حتى نحن ممكن نسأل عن التواليت، أنا خاصة يعني الأمراض المفصلية بسأل كثير عن وضع التواليت في البيت، مثلا في عندكم تواليت فرنجي ولا تواليت طبيعي؟ يعني مشان الموضوع الـ يعني الـ الألام المفصلية مثلا التنكسية ما بصير المريض يتني إجره، فنسأله على هذا التواليت. طبعا ممكن نسأل عن التدخين. التدخين عم بيقول لك المريض مدخن 5 سيجارة يوميا منذ 5 سنوات، طبعا عمره 16 سنة، يعني بعمر 14 سنة بلش التدخين وهو غير كحولي. شو بفيدنا هذا الرقم شباب؟ 5 سيجارات يوميا من 5 سنوات، في له فائدة شيء؟ يعني في له حساب معين يفيدنا مثلا بتقييم شيء معين؟ إذا دكتور مصطفى حسب لنا كم باكيت سنة، نحن لازم نحسب باكيت سنة، وهذا الرقم كثير مهم يا شباب، لأن يعني نتوقع أنه يصير عندنا سرطان رئة والسيوبيدي. طيب تعالوا نحسب باكيت سنة. باكيت سنة هي معادلة هي عدد السجائر 5 ضرب عدد السنوات اللي دخن فيها المريض 5 تقسيم 20. 20 شو هو هذا العشرين؟ هذا عدد السيجارات في الباكيت الواحد. فإذا كان المريض عم يقول لك أنا بدخن باكيت في اليوم، فأنت ما في داعي تقسم العشرين، عدد الباكيتات ضرب عدد السنوات، تمام؟ أما إذا كان قال لك بالسيجارات فبدك تقسم على 20 عشان نشوف كم باكيت. فخمسة ضرب 5 على 20 يعني 25 على 20، يعني الجواب هو 1.25 باكيت سنة. هذا هو الرقم اللي بفيدنا، باكيت سنة. طيب ايش فات هذا الرقم بالنسبة لتوقع سي او بي دي وال السرطان؟ اذا كان هذا الرقم اللي طلع معنا اكثر من 20 هذا كثير بيدلنا على السي او بي دي، تمام؟ لو كان هذا الرقم أكثر من 30 فهذا بيدلنا على السرطان، سرطان الرئة طبعاً، يعني بصير خطر السرطان كبير. فدائماً يا شباب رجاءً احسبوا باكيت سنة مشان نعرف توقع المرض. بشركم انه ما في حدا بيقول لك انا بالسيجارات، ما بصير ينام الليل المريض السوري لا يخلص الباكيت، فدائما بيقول لك باكيت صلي مثلا 20 سنه عم دخن، صلي 10 سنين هذا هو، فانت بتضرب الباكيت في عدد السنوات وبتخلص، عشان هاي المعادله ما تصعب عليكم كثير. اذا حسبنا باكيت سنه هو 1.25، معناتها يعني ما كثير التدخين عنده تاثير على المرض، إلا اللهم إذا كان في عنده مثلا ربو المريض فممكن يعني سوء حالته مثلا. عم يسأل سعد إنه بعد كم سنة متوقف تدخين بتزول خطورة؟ 10 سنوات لا تروح آخر خطورة لإيقاف التدخين، تمام. السوابق طبعا غير كحولية المريض، السوابق المهنية بيعمل بدوام جزئي في مطعم، القصة الجنسية هو غير متزوج، ما في عنده شركاء جنسيين. بنسأل عنها كمان، هي ببلاد الغرب كثير مهمة عشان الأمراض المنتقلة بالجنس، إذا كان يعني مارس الجنس مع أكثر من شخص أو أكثر من شريك وطريقة ممارسة الجنس. قصة السفر، ما سافر مؤخرا لأي مكان. طبعا بشكل عام قصة السفر مهمة في كثير أمراض، يعني شفتوا الكورونا بالبداية كان يعني إذا واحد سافر مثلا على الصين أو جاي من الصين أو بعد انتشرت في كل أنحاء العالم، بعدها نحن كنا بالمناطق مثلا الشمالية من سوريا نقول اللي جاي من تركيا وعنده أعراض ممكن يكون هذا عنده كورونا وإلى آخره. طبعا اليوم جانا خبر إنه بمدينة الباب غايبة شخص أوميكرون، فممكن هلا يعني أي مريض جاي من هذيك المناطق ممكن يكون
يعني أعراض الأوميكرون عنده واضحة. إذا هي بالنسبة للقصة المرضية. الآن نحط تشخيص تفريقي، والله بدي شوي مشاركة منكم. المريض عنده ألم بطني، فهي صورة المناطق التسعة في البطن اللي هن المنطقة الشرسوفية، المراق الأيسر، المراق الأيمن، المنطقة القطنية اليمنى أو الخصرة اليمنى، المنطقة حول السرة القطنية اليسرى، الحرقوفية اليمنى، الخثلية والحرقوفية اليسرى. إذا قلت اليمنى واليسرى خربان. طيب يلا يا دكتور عمر، دكتور عمر هلال معنا أنت؟ طبعا ليش اليوم خجلانين على البرد كأنه؟ دكتور عمر، دكتور عمر ما تسمعنا كأنه ما هيك. طيب صالح، شوفك عم تشارك كويس. معك حكيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. صالح، بدك تقلنا التشخيص التفريقي للألم بالمراق الأيمن. هلق أهم تشخيص تفريقي هو التهاب المرارة أو كروني مراري. برافو عليك. ممكن التهاب كبد. برافو عليك. ممكن كولون أيمن. نوبة. يعني الكولون أيمن ما هو هون محله، لا ما هو. التهابات الطرق الصفراوية بشكل عام. برافو عليك. ممكن التيومر بالمراحل المتقدمة. تمام. بنكرياس بيجي شيء هون ألم بالمراق الأيمن؟ هلا غالبا التهاب البنكرياس بيكون ألم شرسوفي طاعن منتشر للظهر مستمر يعني على شكل زنار. فممكن طيب. يعني الشرسوف يعني تقريبا هو هيك البنكرياس شكله، يعني الشرسوف وايش والمراق الأيمن ممكن يجي المراق الأيمن. تمام. ممكن مثل ما تفضل الزميل عبد الحميد كمان ذات الرئة القاعدية ممكن ظهر بآلام مراقية سواء يمنى أو يسرى حسب. برافو عليكم. نعم. ما طيب. ما خاطر ببالي شيء حاليا أكثر من هيك. طيب هو أنا بدأت في اليمين لازم أبدأ باليسار. لا تحطوا عينيكم على هذوليك. طيب خلينا نشوف الآلام الشرسوفية. شو كمان ممكن حكيم ممكن الحصيات أو الكولونج الكلوي يكونوا مثلا ألم بالخاصرة ينتشر للمراق. تمام ممكن. نعم ممكن صح حصيات كلوي. طيب أعطينا الشرسوفي، شو أسباب الشرسوفي؟ ممكن التهاب بنكرياس، ممكن قرحة منسقبة، ممكن انسقاب حشى أجواف، ممكن قرحة عادية. ليش منسقبة؟ أو قرحة معدية، هو ده القرح المعدة بشكل عام. تمام. ممكن التهاب المعدة والأمعاء. لا التهاب المعدة والأمعاء هون يعني التهاب المعدة بس. احتشاء سفلي طبعا عند الكبار بالسن. برافو عليك برافو عليك. مالك شات شباب اكتبوا يعني الله بيجي دوركم. عم يحكي لك مصطفى تمزق ام دم، شو رايك؟ ام دم الابهر البطني يعني. هو ام الدم ممكن تظهر فوق نعم ممكن حكيم فوق السره اذا كانت تقريبا فوق مستوى الشريان الكلوي او فوق مستوى الشريان الكلوي ممكن تظهر الموقع. نعم. طيب الليفت، خلينا نحكي عن الليفت. المراق الايسر ممكن أول شيء احتشاء الطحال مثلاً. برافو عليك. آلام الكولون ممكن. تمام. ممكن حتى ذات الرئة القاعدية كمان. قلت لك الكولونج الكولوي ممكن ظهر. ممكن طيب. خلينا نفرجيك يا هون. نشوف شد أخذت علامتك. عندنا ضخامة الطحالية، احتشاء الطحال، قرحة المعدية، والتهاب المعدة والحصيات. حكيت تقريباً موضوع. بالنسبة لمنطقة الشرسوف، البنكرياس، الحاد والمزمن، كمان القرحة المعدية والتهاب المعدة، وفي عنا الاحتشاء السفلي. في عنا هون الجاستروبيريزز. جاستروبيريزز يعني إيش يا شباب؟ الخزل المعدي. طيب وين بشوفوا هذا الخزل المعدي؟ مين بيعرف؟ السكري حكيم. بالسكري. برافو عليك. السكري بيصير مريض عنده ألم بهاي المنطقة وبإقياءات شديدة، ونعطيه نضطر ميتوكال ميتوكلوبرامايد. ممكن حكيم بعد العمل الجراحي كمان؟
نعم. بالنسبة للمراق الأيمن عندنا الحصيات الصفراوية، الفولنج الصفراوي، التهاب المرارة الحاد، التهاب الطرق الصفراوية الحاد، التهاب الكبد الحاد، خراجات الكبد، بوتشياري، خسار وريد الباب، كمان البنكرياس، القرحة العفجية، هون انتبهوا يعني ممكن تصير قرحة عفجية هون ألمها، والحصيات. طيب عبادة تفضل أعطينا الخاصرة اليسرى واليمنى والشرسوف. شكرا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا تفضل. خاصرة اليمنى ممكن تكون كولنج كولوي بسبب نتيجة حصي كولوي أو حالبية. تمام. أو التهاب حويضة وكلية. دول متذكرون. طيب الشرس المنطقة حوالية السرة. التهاب معدة وأمعاء، التهاب زائد دودي. تمام. ممكن ألم. زائدة ليش مو كانت هون بالمراق العفرة؟ هي بتبلش بالشرسوف تنتقل لحول السرة بعدين تستقر بالحفرة الحرقفية اليمنى. تمام. طيب غيره؟ انسداد معوي أو ايش انسداد معوي؟ ايه تمام مظبوط انسداد معوي. غيره؟ ممكن الم الملحقات مثلا. لا هون لا ما في الم ملحقات. احتشاء مساريقي. برافو عليك، احتشاء مساريقي مهم جدا. طيب تعال نشوف حصيات، التهاب حويضه وكليه، التهاب الكولون الانتاني مثلا، التهاب الكولون الاقفاري، زائدة حوالية السرة، الإمساك كمان، الاي بي اس، انسدادات الأمعاء، الاي بي دي، الداء المعوي الالتهابي بيجي حوالي ألم حوالية السرة أيضا، ممكن يجينا بالحفر الحرقوفية مثل كرون مثلا هون باليسار، ممكن يجي حوالية السرة كمان. الالتهاب المعدة والأمعاء، الله من شوي حكى زميلنا قال التهاب المعدة والأمعاء، لما نكون بالمنطقة الشرسوفية شباب التهاب معدة يعني غالبا هذا المريض بيكون يعني مثلا أكل له سندويش شاورما هيك صار في عنده انتان تسمم هذا بالزيفانات، لكن بس وصلت للامعاء بتطول مثلا بعد شيء 12 ساعه بصير المريض عنده اسهال، اسهال وقيام، معناتها عندنا التهاب معدي وامعاء. والتهاب كولون الاقفاري احتشاء مساريقي، وعندنا الام الدم، ام الدم الابهر البطني ممكن تجي بالشرسوف وممكن تجي حول السره، تذكروا الابهر انه بيمر هون بهالمنطقه يعني. المراق الايمن نفس الشيء، نفس المراق الايسر. طيب يلا يا عبد الهادي كان عم شارك، يلا يا عبد الهادي. ايوه حكيم مات. يلا احكي لنا الحفره الحرقوفيه اليمنى والخسليه واليسرى تشخيص تفريقي. نشوف هذا المريض وين بده يروح معنا بقى. هسه ما صرنا ساعه كامله ولسه ما عرفنا ايش معه. حفره حرقوفيه اليمنى. حفره حرقوفيه اليمنى التهاب زائد. برافو عليك. التهاب عقد مساريقي. تمام. حمل هاجر. برافو عليك. حمل هاجر بالطرفين. مفتر. تمام. قل لي اذا بالطرفين قل لي. حصي اسفل حالي. برافو عليك. حصيات دائما بالقطنيتين وممكن يكون حصيات في الحالة بالفرحة الخفية. غيره. الفتق الإيرابي مختنق. الفتق الإيرابي برافو عليك. التهاب ملحقات. انفتال مبيض. برافو عليك. طيب بالخسلية شو في عندنا؟ التهاب مثاني. برافو عليك. حوضي التهابي. ده الحوضي التهابي يعني تقريبا بالأسفل البطن بشكل عام. نعم. اي بي اس مثلا ممكن يعني الاي بي اس خلوه هون يعني الحفر الحرقوفية وحوالية السرة أكثر يعني. على الزوايا. ذكرت شيء التهاب الرتوج باليسار مثلا الحفرة الرتوج باليسار. تمام برافو عليك. حفرة حرقوفية يسرى تقريبا يعني كلهم ذكرتهم. عندك الزايدة ممكن تجي احيانا محل المنطقة الخسلية والحفرة الحرقوفية اليسرى. متروفسين. نعم
والباقي كلهم بكرتون. الله يعطيكم العافية شباب. هي التشخيص التفريقي. الآن خلينا هيك نتذكر حالة المريض شوي، نشوف إيه بقى إيش بتماشى من هذول، من هذا التشخيص التفريقي. مريض عنده ألم، نرجع نذكر، ألم بطني حواليت السرة، عنده إقياءات، عنده ترفع حراري، لكن عنده شغلات تانية مثل الزلة التنفسية، مثل ألم صدري، ألم عضلية، صداع، إذا في ربط بيناتهم يعني. بين معنا بالفحص السريري شوي يعني. إذا خلينا نقول الزايدة شو رأيكم فيها؟ مرجحة ولا لا؟ طيب يعني خلينا نقول خلينا واحد يطلع، معلش عبد الهادي رجع اطلع، انت رجع افتح الميكروفون. اي واحد اعطيني شوف الالتهاب الزايد ايش رايك فيها بهي الحاله؟ هلا ممكن التهاب زايد، ممكن التهاب زايد فاكر حاله حاده ولا ما هي حاله حاده؟ يعني في الم بطني وقياءات وحراره. تمام، هي حاله حاده صح؟ حاله حاده يعني تتماشى مع حالتنا، لكن هل تترافق مع ألم صدري، مع زلة تنفسية، مع صداع؟ لا أبدا. قهم بيكون أبدا مرة أو مرتين أبدا، ما ممكن تترافق معهم أبدا. لا مو أبدا يعني ممكن. مبدئيا هو مو من اعراض الوصفيه يعني، ما يقصه وصفيه، بس انا بدي واحد بيناتكم يقول لي انه اذا بده يطلع معنا هالاعراض هيك المتعدده. يعني بصراحه هذا المريض محير، انا حطيت هاي الحاله بس منشان افرجيكم انه ما راح يجيكم بكره المريض يقول لكم انا تشخيصي زايده، انا تشخيصي مرضي. ايوه مين عم يحكي؟ زايدي صالح اليوسف. تفضل دكتور صالح. حكيم، اذا انفجرت الزايده ممكن تعمل الاعراض الجهازيه يعني تترافق مع الاعراض الثانيه، بس أيوة. مرحله الالتهاب، التهاب الزايده بيكون الم تدريجي يعني ببلش ضعيف وبيزيد. اما هون الالم عند الشخص هذا المريض اللي عمره 16 سنه، بالعكس الالم بلش يعني ضعيف وبلش يزداد، فما له وصفيه زياده لالتهاب زايدي. والله انا معك بس انا قصدي اذا بدنا نقول انه الزائده سببت هالاعراض الجهازيه ايش بيكون؟ مثل ما حكيت انفجرت الزائده، يكون التهبت وانفجرت، صار عندي التهاب، دخلنا بالتهاب بريتوانا وهيك شيء يعني، اخذنا بسبسز. انا هذا بدي اوصلكم اياه، وحكى الدكتور مصطفى كلمه حلوه، استجابه التهابيه جهازيه. تمام، صار عندنا سبسز وصار عندنا الاعراض الثانيه. فيعني الزايده ما راح اقول لكم انه بدي امحيها، لكن بدي اخليها محفوظه يعني. الكونستيبيشن شو يا عبد الهادي؟ عبد الهادي عم تسمعني؟ ايوه حكي معك. ايش رايك؟ عم اقول لك الامساك مثلا ممكن؟ لا مو ممكن حكيم، ما هو ما ذكرنا اصلا انسداد لما، شو رايك فيه؟ ما انه في ممكن انسداد امعاء واختلط بانتان دم مثلا. طيب يعني بس خلينا، هي اعراض انسداد امعاء، مريض عنده الم بطني وقياءات. لا ما هي اعراض انسداد امعاء. شو هي اعراض انسداد الم بطني وقياءات؟ ممكن ألم بطني وقياءات، تطبل البطن، انتفاخ البطن. تمام، بس في عندك أعراض في يعني مرجحة أو خلينا نقول هي قصة سرية بتقول لك إنه انسداد أمعاء؟ هي القصة لا. طيب أنا بتسألك سؤال، أنت هي القصة لا ما لسه ما فحصنا المريض. تفضل. لسه ما فحصنا المريض، هلا هو المريض ما راح يقول لك إنه عندي أنا إمساك، تمام؟ جوز يكون من 20 ساعة، فنحن تعريف الإمساك هو أكثر من 3 أيام، فالمريض ما صار له 3 أيام عنده إمساك، فممكن يكون انسداد أمعاء، ليش لا؟ عنده ألم بطني وقياءات وألم وش يعني حوالي السرة كمان، فمو غلط نستنى الفحص نحن بننفي، ما راح ننفي هلا حاليا. طيب الأي بي دي إيش رأيك الداء المعوي الالتهابي؟
هل بترافق الغايب حكيم اي بي دي بو مثلا؟ تفضل. من اعراض اي بي دي؟ ما في قصه المريض السابق. أنا ممكن كرون يكون في كرون الم بطني وحراره بس. يكون في قصه مزمنه. يكون القصه مزمنه المريض ما بيجي مزمنه بشكل حاد. نعم برافو عليك. اذا هذا رح نمحي لك اياه. الاي بي اس شو رايك فيه؟ اي بي اس كمان ما مو هيك اعراض يعني ما بتجي. اي بي اس ما في حراره ما في قصه حاده. اذا اعراض كثير شديده يعني اي بي اس اكيد ما بترافق اعراض جهازيه. طيب الجاسترو انترايتس التهاب معده وامعاء ممكن واحد عنده الم بطني عنده اوقيات ممكن يكون والاغلب هو جاسترايتس اكثر يعني. طيب اسكيميك كولايتس التهاب كولون على حسب عمر المريض والاعراض. لا ما يعني عمر المريض يكون كبير في العمر ايش سوابقه لازم نعم. يكون حتى نشك بالتهاب كولون اقفاري. في عنده سوابق خثاريه يعني يعني في عنده مثلا شيء بيحرض الحصان مثل رجفان وزيني او عنده اسكيميك هارت ديزيز إلى آخره يعني ما مرجح كثير صراحة. طيب تمزق أم دم أبهر بطني كمان ما يعني عادة كبير في العمر فوق 60 سنة مدخن كبير بالعمر بيكون مدخن شديد ومع ذلك دائما صحيح بنمحيهم بس نحن ممكن اذا وصلنا لتشخيص ما وصلنا لتشخيص ممكن نرجع نمحيهم. فحاليا التهاب زايد التهاب امعاء انسداد امعاء طلع لي هيك بنظره على بقيه التشخيص التفريقي الالم البطني في شيء بتماشى معهم هيك اعمل لك نظره هيك شامله اذا في شيء بتماشى مشان نحطه نحن بزمن ممكن التهاب حويضه وكليه حكيم التهاب حويضة وكلية ممكن يعني كسبسز سببتنا سبسز غيره التهاب بنكرياس شو رأيك فيه؟ التهاب بنكرياس شو رأيكم باحتشال عضلة قلبية؟ بعيدة شوي ما بعيدة مريض شاب يعني ما عنده هالألم الصدري الواضح يعني عادة الألم الشرسوفي أو الألم الغير وصفي بيجي عند مريض مسن كبير في العمر معه سكر معه اعتلال أعصاب شو بقول كمان ممكن ذات رئة حكيم مثلا ذات رئة قصور قصور كلوي مثلا ذات رئة قاعدية يعني هو ألمه حالة سرة ما بظن يعني بعيدة شوي بس عنده ضيق في التنفس يعني شوي المريض. طيب خلونا ما نستعجل ما دائما يعني مثلا سري... ما ضروري القصة السرية نلاقي هذا تشخيص تفريقي كامل. طيب هلا راح ننتقل للإقياءات راح استعجل فيهم شوي أنا بشان ما نادى الإقياءات بشكل عام يا شباب ثلاث مناطق يعني مسبباتها ثلاث مناطق ممكن جهاز هضمي والبولي ممكن جهاز يعني التوازن الأذني أذن داخلية وممكن جهاز عصبي. فالجهاز العصبي ممكن الشقيقة تجي بشكل إقياءات مريضنا عنده صداع وإقياءات ممكن الاضطرابات العاطفية ممكن أي شيء يرفع لنا الضغط داخل القحف يسبب لنا صداع وإقياءات مثلاً يعني سرطان بالدماغ أو كتلة دماغية نزف الدماغ احتشاء دماغي التهاب سحايا خراجة استسقاء دماغي أو الورم المخي الكاذب. الجهاز الأذني أو جهاز التوازن الأذن الداخلية دوار الحركة داء منير أورام الأذن التهاب التيه هذا البي بي بي هو دوار الوضع السليم والتهاب يعني
العصب الدهليزي. كمان في عندنا الجهاز الهضمي والكلوي اللي بصير عنده التهاب معدة المريضنا، قرحة، التخريش المعدي، بعض التسممات الطعامية، سداد الأمعاء، كان هذا مريضنا يكون عنده سداد الأمعاء، الإمساك الشديد ممكن يعمل أحيانا غاستروباريزيس، الخزل المعدي، الاي بي اس، هون حاطين انه بتعمل قيئات صراحه، هي بتعمل غثيان اكثر من قيئات، بنكرياتايتس، التهاب معده، التهاب الكبد، التهاب البنكرياس، التهاب او الاحتشال المساريقي، وسرطانات الجهاز الهضمي. هلا في عندنا اسباب استقلابيه كمان ممكن تسبب قيئات، مثلا الاعتلال اليوريميائي، اليوريميا بشكل عام ممكن تتابع القيئات، دي كي اي، حماض كيتوني سكري، احيانا حماض كيتوني سكري بيجي الم بطني وقيئات، ف يعني احيانا ممكن نروح باتجاه بطن حاده ويطلع المريض عنده دي كي اي لاول مره مثلا. فرط الكالسيوم احيانا بتعمل قيئات، داء اديسون، فرط نشاط الدرق احيانا، اي جراثيم ممكن تدخل على الامعاء، بكتيريا، فيروسات كمان خاصه بهالبرد. في ادويه بتسوي اقيئات، لا تنسوا الادويه الكيماويه بتسوي اقيئات شديده، لذلك دائما بنعطي اوندانوستيرون مع ادويه التخدير، المهدئات مثل المورفين مثلا، اسبرين، انسيتس، بعض الادويه مثل الكحول مثلاً، المدرات البولية، الدايجوكسين، أعراضه الهضمية بتكون تسمم بالدايجوكسين، تكون أعراض الهضمية واضحة فيه. إذن في كتير أدوية يعني ممكن ضروري، بس خلينا يعني هيك نرجع لمريضنا، غالباً مشكلتنا هي هضمية أو عصبية، كون المريض يعني لاحظته أنه في عنده صداع، أذنية مستبعدة شوي، ما هالأعراض الدوار الواضح عنده، أدوية ما بيأخذ أدوية أبداً، ممكن أسباب استقلابية مثل اليوريميا والدي كي اي ممكن، أو فرط الكالسيوم. خلينا هلا بنشوف التحاليل، حطوهم بذهنكم منشان ما ننساهم، إنه ممكن يكون عنا نطلب شوية تحاليل منشان نكمل التشخيص التفريقي. طيب خلينا نستعرض الفحص السريري. المريض بدأ إنه شاحب، والشحوب ممكن يكون أما المريض فعلا شحوبه هو فقر دم، وأما بيكون أحياناً السحنة الأبوقراطية، لا تنسوها السحنة الأبوقراطية، يعني المريض المتعب، المريض اللي في عنده هيك احتشاء مثلاً قلبي بتلاقوه هيك شاحب، فما ضروري كل الشحوب هو يعني عبارة عن فقر دم، كان شحوب ألمي، نعم، متوتر، المريض مكتئب لحد ما، أجاب على الأشياء بشكل مناسب، متوجه بالزمان والمكان، طبعاً قدامك راجع مرة واحدة مادة صفراء مخضرة، حرارته 37.5، الضغط 150 على 124، النبض 147، التنفس 24، والأكسجة 97. مين معنا من الشباب؟ دكتور رضا، شو تعليقك على العلامات الحيوية؟ كثير مهم احنا دائما نعرف نعلق على العلامات الحيوية، لأنه ممكن تقودنا أحيانا للتشخيص. حكيم، هلا عنده النبض متسرع والضغط مرتفع بشكل بسيط، يعني عادة هذا الشيء راح يترافق مع او راح يرافق نقص الحجم، خصوصا الأغشية المخاطية كما تقول انها جافه، اكسس عدد مرات تنفس كمان مرتفع، كمان هذا الشيء بيترافق انه في عنده يعني هاي الزلاليتي شكل يكون نقص حجم. شاد النبض الطبيعي، النبض الطبيعي 60%، تمام، اذا متسرع، تنفس طبيعي 12-20، اذا متسرع، الضغط الطبيعي شاد؟ هلا الضغط يمكن من 10-14 الضغط الانقباضي، والانبساطي تحت 9، تمام، يعني عنده ارتفاع شوي بالضغط بالانبساطي، صح؟ نعم، ممكن هلا هو في عنده ترفع حروري كمان، هذا الشيء ممكن يرفع له النبض، ممكن يرفع له
الحرارته ايش طبيعيه ولا مرتفعه هيك؟ لا الحراره مقبوله بس كان بتذكر بالقصه السريريه كان عنده حراره ولا انا متخرب عنده ارواد كان عنده ارواد نعم. طيب خلينا نكمل. الاغشيه المخاطيه كانت جافه. شكرا دكتور رضا. الضغط الوريدي الوداجي 6 مين بيعلق لي على الضغط الوريدي الوداجي؟ اي حدا يفتح الميكروفون. عبد الحميد ما سمعنا صوتك انت عبد الرزاق. اي نعم دكتور معك معك عبد الحميد. يلا شو تعليقك على الضغط الوريدي الوداجي 6 دكتورنا؟ الضغط الوريدي الوداجي 6 منخفض يعني يترافق في مع نقص في الحجم الوعائي. شنو الطبيعي طيب؟ الطبيعي من 8 لل 12. برافو عليك. منخفض شوي يعني. صح؟ ايه منخفض نعم منخفض نعم نعم منخفض شوي. عدل 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 لي اسباب ارتفاعه. اذا مرتفع شو اسبابه؟ ارتفاع التوتر الرئوي، قصور بطين ايمن، سبب شو اسمه؟ قصور مثلث الشرف. اسباب الضغط طبعا تضيقات الصمامات وقصورات الصمامات اليمنى. تمام. غير التهاب تامور العصر كتبوا لك نعم التهاب تامور السطام التاموري ريح صدري ضاغطه كله يؤدي صم صم اذا عكسه عكسه نعم. معناتها ما في عندنا ضخ ممكن المريض يكون داخل بالصبه. هلا سؤال لك كون فتحت الميكروفون هل 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 العلامات الحيويه حديت الضغط لسه ما شفناش فيه كمان بعد النبض متسرع التنفس متسرع الضغط مرتفع شوي الضغط الوريدي مركزي 6 هل بتدل هي انه في صدمه عند المريض؟ دكتورنا يعني ممكن بدايه صدمه الضغط ما هو منخفض بالعاده الضغط يكون منخفض بالصدمه ضغطه منيح بس في يعني متلازمه استجابيه التهابيه في حققت معيارين في نبض مرتفع وعدد مرات تنفس مرتفعه. برافو عليك. نعم. طيب انا يعني كمان عنده تجفاف لاحظ هو الاغشيه المخاطيه جافه. اها المريض مراجع كثير يعني. فانا سؤالي لك كل صدمه لازم يكون ضغط منخفض؟ سؤال للجميع. دكتورنا يعني الضغط بالصدمه بكل الصدمات تقريبا يكون منخفض لكن نتاج القلب يعني مو ضروري يكون ناقص في كل الصدمات. ما بدي نتاج القلب، انا بحكي على الضغط يعني. ما هو كل صالح الصدمات. صالح اجاب اجابه دقيقه. بالمرحله الباكره يا جماعه الضغط اخر شيء بينزل، يعني لما بيوصل مرحله ثالثه بالصدمه يبلش ينزل الضغط، اما المرحله الاولى والثانيه بتسرع النبض بتسرع التنفس بعدين بينزل الضغط بعدين بيتغير الوعي فبالتدريج. اذا ليس كل هبوط ضغط عفوا ليس كل ضغط طبيعي هو ما في صدمه او بالعكس، يعني نقول انه ليس كل ضغط طبيعي معناته ما في صدمه، لا ممكن يكون في صدمه. في عندنا علامات صدمه، مريض شاحب، مريض متجفف، ضغط الوريد والداجي منخفض، نبضه متسرع، نفسه متسرع، هي بلشت عنا استجابة التهابية، بلش عنا الأعراض. طيب نكمل. فحص القلب كان في تسرع قلب جيبي. جيبي يعني هذا كلمة مهمة جدا. نحن شفنا النبض سريع، ممكن يكون رجفان وزيني، ممكن يكون SVT، فجسينا النبض وأصغينا القلب فلقينا منتظم، فالحمد لله يعني كنا متخوفين أنه يطلع رجفان وزيني، ما طلع رجفان وزيني. النبض الكبري كان مسوس وجس النبض الكبري معناته الضغط فوق 8، وهي شغلة مهمة جدا. بس جسينا يا شباب النبض الكبري، أنا أول شغلة بمسك فيها المريض بحط إيدي على النبض الكبري، حطيت إيدي على النبض الكبري خلاص ضغطه 8 برتاح بنتقل للي بعده. فحص الرئتين صافيتين ما في خراخر ما في وزيز. فحص البطن كانت طبيعية لينة متنفسة ما في أي مضض. من شوي كان عم يحكي المرض ألم بطني، إيه تمام بس ما هو ما عنده دفاع عضلي المريض، معناته ما في عنده انسقاب حشوي، ما عنده نبض مضاد راجع، معناته ما عنده التهاب زائده. نرجع للتشخيص التفريقي اللي حطيناه هون، معناته بلشنا ما في عنده انتفاخ بالبطن، ما في انسداد امعاء، البطن لينه ومتنفسه. فحص الاطراف كان جلد دافئ
لكن جاف، عنده مظهر مرقش يعني مبرقش شوي الجلد، بقع بقع عم يصير فيه. شو بدل هاي المظهر المرقع مرقش او مبرقش؟ الاحرى مبرقش احسن. شو بدل على الصدمة؟ برافو عليكم. كان هاي نقص تروية الاعضاء، بلش الجلد تنقص الترويدة. فحص الرقبة والأذن والأنف والحنجرة، في عنا صلابة نقرة. فعلاً فحصنا طلع في عنا صلابة نقرة. فحص الأذن كان طبيعي، فحص الأنف طبيعي، فحص الحنجرة والبلعوم كان طبيعي، ما في عنا عقد لمفاوية أيضاً. إذن بس طلع في عنا صلابة نقرة. تشخيص التفريق إلى صلابة النقرة من شوي حكيتوها، ما حرجع أطلبها منكم. التهاب السحايا، خراج خلف اللوزة، نزف تحت العنكبوتي، صلاب التهاب فقر لاصق، نكس الفقرات، الدش، وممكن تشنج عضلي العادي. طيب تعالوا نطلب شوية استقصاءات أولية. شو نطلب استقصاءات يا شباب؟ يلا اكتبوا لي على الشات، اكتب لكم ياهم هون. CBC, CRB, كرياتينين، يوريا، ترى محسوبة عليكم كل شغلة بتحطوها، محسوبة عليكم. يعني اللي بيطلب تحاليل زيادة بدنا نخليه يدفع حقها. عبادة فورا كتب بذل قطني، صير يا عبادة نبذل قطني فورا. شوفوا مصطفى لخصوا بصراحة بشكل جيد. سي بي سي ضروري جدا، دائما انت تقيم مريض شاحب، مريض عنده شكاية انتانية، بدك تشوف الاعداد الدموي كامل. سي ار بي نشوف وضع الانتان. الكرياتينين واليوريا نشوف وظائف كلية، دائما وظائف كلية ممكن يجينا بسياق مرض مفاجئ، او مريض عنده تجفاف، مريض عنده اقياءات، يصير في عنده قصور كلوي حاد بري رينال. وظائف الكبد، والله مريض عنده الم بطني واقياءات نطلب وظائف كبد، صح او غلط؟ ابدا. قلنا احد الاسباب الالم بطني والمترافقه مع الاقياءات هي التهابات الكبد. صوت الصدر، المريض عنده ضيق تنفس، طبعا لازم نطلب صوت الصدر. صوت البطن الواقفا، انا بختلف معك شوي. شو رأيك مصطفى؟ ما بتغير رأيك؟ ما بتغير رأيك؟ إيش ولا حكيم؟ يا حكيم الله يعطيك، السلام عليكم. بتغير رأيك لا؟ أنا طلبتها بس نحن طبعاً إنسى ما كنا نافين انسداد الأمعاء أو انتقاط حشو الأجوار، بس طالما نفيناهن مع دلالاته. فحصه بطنه لينة تمام، ما في ما في عندنا تطبل بطن، ما في عنده انتفاخ البطن، ما في له شغله. نعم هسه في حاله واحده بس اتوقع يعني مستبعده، التهاب كولون غشاء الكاذب، مشان نشوف توسع الكولونات ممكن يعني ما اخذ هذيك بكل البطن منتفخ منتفخه بشده. نعم برافو عليك، ما في شيء موجه لانسقاب حشاء جواب. نعم هلا طلبوا الشباب اميلاز ولباز، خليك مصطفى معي شوي، شو رأيك؟ اطلبه انت؟ اي حكيم معك. والله حكيم أميلاز. ممكن اطلب اميلاز. مريض عنده الم بطني وقياءات اطلب اميلاز، صح؟ ممكن او غلط ابدا. اميلاز. بلا لباز، خلص اميلاز بيوفي. طلب الشباب ال دي اتش، بس والله ما عرفت ليش، ليش يا عبد الحميد طلبت ال دي اتش؟ ما له شغل، ما عندي انحلال دموي، ما عندي على الاقل ماني شايف الله شيء. على الاقل ماني شايف شيء. نعم طيب أول طلبنا هذول التحاليل، المخبر بده ساعة تقريبا ليجوا التحاليل.
ان نحط خطه علاجيه. خليكم معي اشرح لكم شلون نحط خطه علاجيه. دائما في ثلاث شغلات يا جماعه، نحط الخطه العلاجيه الاوليه وبعدين بنبني عليها الخطط العلاجيه الثانيه. الشغله الاولى، اول شغله بنحطها للمرضى هي السوائل. ايش السوائل؟ ثاني شغله بنحط المعالجه النوعيه. ايش يعني المعالجه النوعيه؟ نحن ايش متوجهين نحو هذا المرض، او ايش شخصنا، ايش وصلنا لتشخيص. ممكن نكون احيانا متوجهين ولسه عم ننتظر التحاليل ليطلع معنا التشخيص، او بدنا نتوجه فيما بعد. بعدين المعالجه العرضيه، يعني ندور على ايش يا شباب، ايش في عنده اعراض المريض ونحاول نخمد له اياها. طيب شباب قالوا انه ممكن تشخيص تفريقي كان التهاب سحايا، التهاب امعاء، التهاب نديه امعاء. اذا رجعنا للتشخيص التفريقي قلنا مثلا التهاب بنكرياس، تمام. ممكن قالوا التهاب كبد كمان ممكن يكون عندنا. بدي اضيف سكر على التحليل، تكرم نضيف لك سكر. فحسب يعني نوعيه الشيء متوجهين عليه. اذا ما لنا متوجهين على شيء ما في مشكله، ما في مشكله ابدا. طيب خلينا بالمعالجه السوائل، شو بتقترحوا السائل المناسب لهذا المريض؟ عندنا ثلاث انواع من السوائل الرئيسيه اللي هن سيروم ملحي، السيروم السكري، سيروم ملحي النظامي طبعا 0.9، سيروم سكري سيروم ديكستروز 5%، وعندنا سيروم لورينجر لاكتات. يعني السيروم مختلط، هذا شغل سوريا بس، ما في حدا بسوريا عنده سيروم مختلط. في عندنا السيرومات الملحيه نصف نظاميه وعاليه التوتر 3% و0.45، هذول من صنع وتصنيع، ما في منهم شيء جاهز. طيب اي سيروم من هذول السيرومات بدك تختاره يا شباب؟ رح ارجع محي لكم السيروم المختلط لما تختلطوا فيه. شباب ناس حطوا رينجر، ناس حطوا ملحي، شو الفرق بين الرينجر والملحي يا مصطفى؟ شوفوا الملحي نفس الرينجر شباب، بس اذا كنت تتوقع انه بدك تضيف للمريض سوائل كثيره، مثل مثلا حالات الصدمه النزفيه، حالات التهاب البنكرياس، هدول طلبوا كثير سوائل، فيفضل انك تستخدم الرينجر لاكتات، فيه شويه شوارد زياده، تمام؟ انه اعطاء السيرومات الملحيه بكميات كبيره ممكن يؤدي الى حماض استقلابي، فتزيد الطين بله. لذلك السيروم رينجر لاكتات افضل لما بتتوقع انك تعطي سوائل كثيره. السيروم الملحي او الرينجر لاكتات نفس الشيء، اذا في عندك نقص حجم ممكن يفيدك، تمام؟ اي حاله نقص حجم تتطلب اعطاء سيروم ملحي بما فيها الصدمات، عدا الامراض اللي الناس اللي عندهم مرض كلوي او مرض قلبي. هذول مرض كلوي ما بتحمل، تعطي سيروم ملحي بيدخل بوزمه رئه. مرض قلبي فورا بيدخل بوزمه رئه، فمريضنا ما في عنده مرض قلبي ممكن نحط له. شو هي استطلابات انه اعطي سيروم سكري؟ مريض ما بنحسن نعطيه، طبعا سيروم سكري ما بيعمل إيماها، هو عباره عن مي وسكر، لكن هون في سائل ملحي بيرفع الضغط، سيروم ملحي. السيروم السكري بنتركه للحالات اللي ما بنحسن نحط فيها سيروم ملحي، مثلا نعطي إيماها المريض وما بنحسن نعطي سيروم ملحي. لكن والسيروم السكري ممكن بحالات نقص السكر، هذا مهم جدا. لكن لما بنقول سيروم سكري فله اختلاطات كثيره، احدها مثلا ارتفاع السكر، احدها بتعرفوا نحن بالحالات الحاده ممكن ارتفاع السكر، احدها بنقص البوتاسيوم، بدخل البوتاسيوم لجوا، بنقصنا البوتاسيوم حال المريض، بنقص الصوديوم. سائل السيروم السكري هو سائل منخفض التوتر فممكن ينقص الصوديوم، نحن ما لنا يعني بحاله سويه عند المريض لنروح لهنا. اذا بدك تعوض حجم بدك سيروم ملحي، ما بصير تعطي سيروم سكري. ممنوع بالحالات العصبية، ممتاز. طيب سيروم مختلط مثل ما قلت لكم ما في شيء اسمه سيروم مختلط أصلا. سيرومات عالية التوتر بنستخدمها لما بيكون في عنا نقص صوديوم، لما يكون في عنا
فرط توتر داخل القحف نستخدم سيرومات عالية التوتر. سيرومات منخفضة التوتر هي سيروم ملحي نصف نظامي 0.45 نستخدمه لما يكون في عندنا فرط بالصوديوم. نعود سوائل لكن المريض عنده فرط بالصوديوم. إذا مريضنا رح حط له سيروم ملحي، شد نحط له سيروم ملحي؟ إذا ما نحطه نتجاوز 30 ملي على الكيلو. هي الحاجة اليومية 20 ل 30 ملي على الكيلو. بحكي لكم المرضى البالغين. الآن هلا صرنا عدينا مرحلة طلاب الطب، صرنا نحكي الآن بالداخلية، فنحن بالداخلية بالغين 20 ل 30 ملي على الكيلو. حطينا مريضنا هذا وزنه 60، لازم ما يزيد عنا عن اللترين سيرومات الملحية. المعالجة النوعية شباب توجهوا نحو التهاب معدة وأمعاء، توجهوا نحو التهاب سحايا، فرح نحط معالجة نوعية. شو بتقترحوا معالجة نوعية لهي الحالتين قبل أن نصل للتشخيص؟ وأحيانا ممكن بغرفة الإسعاف نبلش بإعطاء المعالجة النوعية، وإذا تأخرنا بإعطاء المعالجة النوعية ممكن نضر المريض. صادات حيوية، برافو عليكم. عبادة متحمس كثير لالتهاب السحايا، راح يعطي سيفترياكسون ودكسا. أنا معه لا عبادة، راح نعطي سيفترياكسون ودكسا ميتازون. شاكك بالتهاب السحايا لازم دغري تبلش بالعلاج. من لحظة وصوله للإسعاف وأنت شاكك بالتهاب السحايا بتبلش بالعلاج التهاب السحايا. لازم ما تتأخر، حتى لو البزل متأخر معك مجال، ما راح يأثر أعطاء الصادات الحيوية بهالسرعة. طبعاً ما يكون مثلاً أجله يومين ثلاثة، لا عم نحكي عن يعني سويعات يعني. حتى قبل البزل إذا أنت شاكك ممكن تبلش في السيفترياكسون. شجرة السيفترياكسون يا عبادة بالتهاب السحايا. الله، في واحد كتب فانكو إمبينيم، ما بدي تضربه دائماً ضربات قوية جداً. ممكن بعد فترة ممكن نحط فانكو مايسين، لكن إذا أنت مالك متأكد نصد حط هيك معالجة عشوائية، إلا إذا كنت داخل المريض حسه أنه هو صدمة إنتانية وبدك تعالج تضرب بشكل تخبري. طيب انسالي صالح، انسالي هاي 100 ميلي جرام على الكيلو، انسالي 50 ميلي جرام على الكيلو. دائما صرتوا هلا تحكوا بالبالغين، جرعاتنا معظمها معي على الكيلو، معظمها ثابتة جرعة مضاعفة. مثل ما قال مصطفى، نحن السيفت رياكسون نعطي 1 جرام صباحا و 1 جرام مساء، اما بالتهاب السحايا نعطي جرامين الصبح وجرامين المساء. الدكساميتازون نعطى بالتهاب السحايا من اليوم الاول، بيساعد على نفوذية الادوية اللي عم نعطيها، بيخفف الوزمة ضمن السي اس اف لان تنفذ الادوية بشكل جيد، وبيخفف الاختلاطات اللاحقة لالتهاب السحايا مثل نقص السمع والاستسقاء الدماغي. الدكساميتازون بنعطى 4 ملي جرام كل 6 ساعات. المعالجة العرضية، فالمريض عم يواجه بنعطيه اندانستيرون. المريض عنده حرارة بنعطيه سيتامول وريدي. المريض اللي بيدخل على المشفى، هذا المريض وين نحطه شباب؟ بالمشفى بالعناية المشددة، شو رأيكم؟ شو أفضل مكان نحطه؟ بالعناية، لأنه صار في عنا عدة شغلات. عزل، برافو عليك، ممكن نحطه بالعزل إذا نحن شاكين بشيء خطير مثل كورونا مثلا. الأفضل نحطه بالعزل كما يدي العالم الثانيين. طيب ممكن نحطه للوقاية من المعدة، نحط لنا له رايزيك. إذا حطينا له 2 لتر سيروم ملحي 0.9%، أعطيناه سيفترياكسون، أعطيناه معالجة عرضية أندانوستيرون لأن الإقياءات، وعم نستنى التحاليل لتجي. طلبنا تخطيط قلب كهربائي، زعلت منكم ولا واحد طلب تخطيط قلب كهربائي. مريض عنده تسرع قلب، قلنا من البداية لازم نعمل تخطيط قلب كهربائي. مين هلا بده يطلع يشرح لنا شو فيه التخطيط؟ عبد الكريم
ما سمعنا صوتك اليوم، انت وسعد سرحان. هلا حكيم، تفضل اقرا لنا تخطيط الكهربائي. ما بدي اشوف مريض داخل على المشفى ما مخطط له قلبه بغض النظر. نبدا اول شيء بالنظم. تسرع قلبي. ايه تسرع قلب. بحكي المريض بالنظر. عنده بالفحص تسرع قلبي فاجباري بدي اخطط قلبي. اجباري نعم. النظم جيبي. النظم اول شيء جيبي. شلون عرفت انه جيبي؟ على الليد 2 والفي 1 موجبين بيني موجوده. ورا كل بي في كيو ار اس صح؟ هذا جيبي. ايه قبل كل الكيو ار اس نعم. تمام بعده نشوف ان النبض النظم منتظم. منتظم المسافات بين ار ار متساويه. الانتظام منتظم لانه مسافات ار ار متساويه. ثالث شيء نقيس السرعه. سرعه تقريبا يعني 150، يعني تقريبا في مربعين كبار بين كل بين اثنين كل موجتين ار يعني 150 تقريبا. النظم 300 على عدد المربعات الكبار. 300 على 2 150. تمام. بعدين المحور، محور القلب نطلع على الليد 1 والاو في اف. ايجابي ايجابي محور القلب طبيعي. تمام ممتاز. بعدين هلا ننتقل على الموجات واحدة واحدة. يلا البي. البي البي طبيعية، ما تجاوز امتدادها 2.5 ملي وما تجاوز ارتفاعها 2.5 ملي. برافو عليك. بعدين ننتقل للمسافة بي ار. المسافة بي ار كمان طبيعية، ما أنا أقل من 3 ولا أنا أكثر من 5 ملي ثانية. تمام. مسافة بي ار ممتاز. بعدين نجي على المركبة كيو ار اس. عريض شيء؟ ما هو عريض، لا ما هو متجاوز الثلاثة مربعات. مربعين ونص، ما هو متجاوز مربعين ونص. أربعة ونص. طيب. بعدين ننتقل للقطعة اس تي. شوف لي قطعة اس تي ايش فيها؟ القطعة اس تي على الليد 2 مبين شوي فيها ما أنا مرتفعة هاي من التسرع صاير. أجا أجا هذاك المقاتل الحباب وشفته. إيش رأيكم شباب الشات؟ علقوا لي على الإس تي. طيب. ماك شايفها مرتفعة شوي؟ فيها ارتفاع وبشكل نازل كمان، بس ممكن يكون من التسرع الجيبي. إيش يعني هاي؟ ما فهمت إيش يعني. علامات إجهادية يعني. لكنه مريض شاب يعني ما أنا متوجهين له شيء إقفاري عنده. حكيمة بتشبه عودة الاستقطاب. مين اللي بيحكي؟ صالح. برافو يا صالح. نعم هي عودة استقطاب باكر شباب، عودة استقطاب باكر. أول شيء لو كانت احتشاء، كانت احتشاء كانت شفتوها متقاعرة الأعلى، لو كانت التهاب تامور متقاعرة لهون للأسفل هون للأعلى. أي التهاب تامور بيكون عم يضحك هيك، أما هون هي نازلة تحت. تمام هي بسموها عودة استقطاب باكر. بميزة في موجة هون مهمة جدا راح نكبر عليها هون. شو اسمها هي الموجة؟ عودة الاستقطاب الباكر. شايفين هالنوتش الصغيرة هيدا؟ بس شفتوا هيك شيء معناتها رجع تنبيه قلبي صار بسرعة. فهي اسمها موجة ايش؟ دلتا، كمان اسمها دلتا، نفسها تبعيت الورفر كروس وايت، يعني اسمها دلتا بس هذيك غير شيء، هذيك ال بي ار هون موجة دلتا. فبصير عندنا عودة استقطاب باكر. طيب عودة استقطاب باكر ما لها أي أهمية. علقنا على كريم، علقنا على التي. يا حكيم التي على البي 1 وبي 2 طبيعية، بس من البي 3 إلى البي 6 فيها انقلابات. تمام، إذا في عندنا انقلابات تي يا شباب ممكن توجه لنقص البوتاسيوم هون حسب عمر المريض وحسب قصة الإقياءات اللي صايرة عنده.
برافو عليك، نقص البوتاسيوم هذه مهمة جدا. غير نقص البوتاسيوم شو في عندنا كمان؟ شو أسباب انقلابتي؟ هي أسباب، أهم سبب لها السبب الإقفاري، لكن بهيك عمر وبهيك قصة ما إقفاري، لا إقفاري نقص البوتاسيوم والإقفار، حطه بذهنك. عنده مريض ألم صدري يا شباب، لا كثير تفكروا خارج الصندوق، داخل الصندوق. أي حالة هيك راح يدفع الجوال. يلا طيب، اذا في عندنا كمان تطور كيو تي، طبعا حقك ما تعرفها، تطور كيو تي دائما بده حسابات كثيره، والاجهزه الالكترونيه هي بتساعدنا في حساب كيو تي المصححه. حتى لو حسبنا كيو تي اللي هي 0.45 تقريبا، لازم نحسب الكيو تي المصححه. فمين بيقول لي شو هي اسباب تطاول كيو تي شباب؟ الشاتين كمان خلقية، برافو عليك، نقص المغنيسيوم ونقص ايش؟ نقص الكالسيوم، نقص التروية كمان ممكن تساوي تطور كيو تي. غيره كان الإصابات العصبية المركزية، أي إصابة عصبية مركزية، الستروك، نزف دماغي، ردود الدماغ، ناس تحت عنكبوتي، ممكن تعملنا تطور كيو تي. السل، الداء النشواني، عفوا داء سكري، داء النشواني، نقص المغنيسيوم، نقص البوتاسيوم ممكن يسبب، نقص السكر، نقص الحرارة، قصور قلب، قصور الدرق، البدانة ممكن تعمل. طيب في أدوية بتعمل تطور الكيو تي، مين بيذكرنا فيهم؟ ديجوكسين، ما بيعمل التطور كيو تي، لا الماكرويدات والفلوركينونات، برافو عبد الحميد، هدول كتير مهمات. الأميودارون ممكن، نعم ممكن يعمل تطور كيو تي. السوتالول ممكن يعمل. طيب هن مجموعين بكلمة A B C D E F. ال A هي الأنتي أرسيميانز اللي هن الأميودارون والستالول وبروكاين أميد الكوينين، الأنتيبيوتيك مثل فلوركينونات والماكروليدات، الأنتي بسايكوتيك يعني مضادات السي اللي هن مضادات الزهان، الأنتي ديبرشن مضادات الاكتئاب مثل ما حكوا الشباب، والأنتي إمتيك مضادات الأوبيات. دومبيريدون، لا تنسوا أنه الأندانوستيرون هو الأدوية اللي بتعمل تطاول كيو تي، وبعض أدوية الإف هي الأنتي فانجل ممكن تسبب لنا تطاول بالكيو تي، مضادات الفطور. رح أبعث لكم هلا الصورة. طيب إذا هون المريض عندنا شكي باضطراب الشوارد، فاللي ما طلب تحليل شوارد يا شباب رجاء اطلبوا تحليل شوارد. المريض دخل على المشفى، حطيناه بالمشفى، طلع 30 دقيقة صار عنده صعوبة بالتنفس، تسرع بالتنفس، نقصت أكسجتهم من شاد من 96 لل 80، وبدأ المريض يصير زرقاء. حطينا الأكسجين، حسن الأكسجين ل 83، حطينا له تدفق أكسجين تدفق عالي، أدقيناه مع كيس ما فاده كثير، حطينا على أكسجين تدفق عالي معدل 40 لتر في الدقيقة.
اعطيناه ديكساميتازون وفانكومايسين بعد ما صارت معه هالحاله، نعطيه سيفترياكسون. خلال 40 دقيقه التاليه انخفض ضغط الدم الانقباضي ل 70. اذا كان عندنا الضغط 15 تقريبا صار ضغطه 70، ولوحظ انه ضعف في نبض ظهر القدم. مين بيعرف شو صار مع المريض بشكل عام؟ الان اعطينا الترين سيروم ملحي، انخفض الضغط، انخفضت الاكسجه، ازرق المريض. شو صار معه؟ صدمه. برافو عليكم، صدمه. يعني ببساطه هلا صار صدمه نظاميه. كان هو صدمه، انا قلت لكم انه ببدايه كان السؤال كثير مهم، انه ما ضروري اذا الضغط طبيعي يكون المريض ما عنده صدمه. دائما تعريف الصدمه هو نقص ترويه الاعضاء. واضحه ان في عندنا في مشكله بترويه الاعضاء. طيب اجت صوت الصدر، حطيناه بعنايه، اجوا صوروا لنا يا شباب بالعنايه صوت الصدر. دكتور عمار كيسوم معنا؟ طلع والله عمار. طيب رح اشرح لكم شوي عن قراءة صوت الصدر باختصار، ولو انه تاخرنا انا اسف يعني شوي يمكن مليتوا. ABCDE Airway، بنطلع على الرغامه، لازم تكون على الخط المتوسط، ما هي منحرفه لا يمين ولا يسار، اذا انحرفت معناتها في شيء عم يضغطها او في شيء عم يسحبها. البي بريسنج، بنطلع على الرئتين، شوف اذا في ارتشاحات، تناظر، الانصباب جنب، كتل، كهوف، تكثفات الى اخره. السي سيركوليشن، بنطلع على الاوعيه، الريان الرئوي، عفوا هون القوس الابهر، بعدين القوس الرئوي، بعدين الضخامات القلبيه، حجم القلب، المشعر القلبي. هذا هو المشعر القلبي، لازم يكون مشعر قلبي اقل من نص الصدر، يعني اكثر منطقتين بعاد في القلب اكثر من اقل من نص الصدر. الدي ديافرام هو الحجاب الحاجز، نشوف هون الزاويتين حجابيتين مغلقتين، ما يكون في عندنا انصباب جنب، متاكد انه ما في هواء حر تحت الحجابين، وظل المعده بمحله. الله عندنا الاي هي الاكسترا، نشوف اذا في شغلات اضافيه، مثلا محطوط له المريض ان جي تيوب، محطوط له بيس ميكر، الكترودات الاي سي جي. امبارحه في مريضه عندي ثلاث ازرار محطوطه، حسبتهم انا كانوا فوق الرئه، حسبتهم هدول الزرار هن عباره عن كتل يعني. فدققت شوي، طلعت على المريضه لقيت في عندها زرار، فخلص عرفت انه واضحات هيك مثل كانه كتل لها شوي كيسات يعني. طبعا القسطرة الوريدية المركزية بنشوفها بمحلها، الاي تي تيوب، الانبوب الرغامي، والاجسام الاجنبية. نرجع لصورتنا باختصار، الاي هي الايرواي، الاي على الايرواي هون على الخط المتوسط، ما هي منحرفة لا يمين ولا يسير. البي بريثينج يعني او الرئتين، ارتشاحات ثنائية الجانب، زجاج مغشى بتغطي الرئتين، ما في انصباب جنب واضح. السي سيركوليشن، قوس الاوهر كويس، ما في عندنا عرض في المنصف. المشعر القلبي جيد، ما هو اكبر من نص الرئتين، نص الصدر. ديافرام كويسات، ما في عندنا انصباب جنب، ما في هواء تحت الحجاب، ظل المعده يعني ما بعرف اذا واضح عليكم هون. الاي الاكسترا هي الكترودات الاي سي جي محطوطه، بس ما في شيء عندنا اضافي، ما في اجسام اجنبيه، ما في سي بي لاين الى اخره. طيب ارتشاحات ثنائيه الجانب، شو التشخيص التفريقي لها شباب؟ او بدك كاتب اي ار دي اس، بس ما بعرف اذا كاتبها من قبل ولا هلا. اي ار دي اس صحيح، نعم. كورونا، برافو عليك صالح، دائما شوف ارتشاحات هيك ذات رئه فيروسيه. ذات الرئة الجرثومية بتكون حادث جانب فصية، ذات الرئة الفيروسية ثنائية الجانب. ذات الرئة باللا نموذجيات ممكن تجي هيك المايكوبلازما، ممكن تجي ثنائية الجانب، لكن ما هو منظر وما بتسبب نقص أكسجين وما بتسبب إيه تمام يعني مصطفى، بس ما بتسبب هالحالة. وزمة رئة، برافو عليك عبد الحميد، وزمة رئة، مع العلم إنه المريض يعني عندنا ما كان حالته توحي بوزمة رئة، لكن كتشخيص تفريقي صحيح، وزمة رئة، ذات رئة فيروسية، ذات رئة خلالية، كورونا، ARDS. طيب
أذكركم ببعض حالات اللي عند المريض. المريض كان حرارته شوي 37.5، نبضه كان متسرع 140-150، عنده تكيبينيا، عنده تسرع تنفس، لسه ما طلعوا التحاليل تبعيته. لنقول انه في عنده سيرس، فلازم استجابة اتجابي، لازم يكون 2 من هدول الكرايتيريا، ونحن فعلا عندنا النبض متسرع والتكيبينيا متسرعة، فعنده سيرس. هل عنده سيبسز؟ هذا سؤال مهم جدا. السيبسز هو سيرس زائد وجود انتان مفترض او متوقع. ففعلا هو عنده شك التهاب سحايا، عنده شك التهاب بالرئه، تمام، ولو كانت فيروسيه، عنده سيبسز. نعم، سيفير سيبسز هي سيبسز زائد وجود خلل باحد الاعضاء، قصور باحد الاعضاء. الواضح في عندنا قصور تنفسي، المريض صار اكسجته 80، المريض صار عنده ايش؟ هبوط في الضغط، صار عنده قصور بالعضو اللي هو القلبي. طيب سيبتيك شوك هي سيفير سيبسيس، هي سيبسيس زائد اورجان ديس فانكشن مع ايش؟ مع هبوط ضغط معند. كلمه هبوط ضغط معند يعني اعطيت الترين سيروم ملحي للمريض وما تحسن. ازاي لاحظتوا؟ انا اعطيته فورا الترين سيروم ملحي، شفتوا المريض متجفف، عنده اقياءات، نبضه متسرع، تنفسه متسرع، حضيته فورا الترين سيروم ملحي. ما تحسن المريض وانخفض الضغط فوق منه، فهذا دخل بصدمه. فحالتنا هي صدمه انتانيه او صدمه، عفوا صدمه مشان ما اكون مركز. اسمع هالعلامات والقشعريره والحراره والصداع والشك الانتان، ممكن تكون صدمه انتانيه. هلا بنشوف شو اسباب الصدمه. لما نقول مالتي اورجان ديس فانكشن سيندروم، بده يكون عندك دليل انه في عندك عضوين من اعضاء الجسم فيهم سوء وظيفة. قبلنا المريض بالعناية مركزة، حطينا له قسطرة وريدية مركزية، ودائما يعني قسطرة وريدية مركزية بتفيدك في تعويض السوائل بسرعة، بتفيدك في إعطاء الأدوية بسرعة، خاصة عندك تعطي أدوية حريقة مثل البانكومايسين، بتفيدك في إعطاء إيش؟ رافعات الضغط. لما يكون عندك صدمة ما بتستفيد المريض، تعطي الترين ملحي، أكثر من الترين ملحي ما بصير تعطي. بعد الترين ملحي بتدخل المريض بوزمة رئة حتى لو كان عنده الحالة القلبية طبيعية. فتبلش برافعات الضغط، دوبامين، ديوتامين، نور أدرينالين، وحتى أدرينالين. طبعا كون نحن شكين بصدمة إنتانية، فغالبا النور أدرينالين هو أفضل دواء. نببنا المريض، دخل قصور تنفسي المريض، إذا لاحظته أكسجته نازلة، أعطينا له أكسجين تيار عالي، لسه الأكسجة نازلة، فهذا خلص المريض ARDS، بده فورا تنبيب، والتنبيب بيكون باكر، ويوصل الآن بالتنبيه الباكر في حالات الـ ARDS. حطينا على المنفسة، حطينا له عدادات المنفسة ببعيري مثل ما لاحظين 10، عدد مرات تنفس عالي شوي، التايدال فوليوم هل 6 تقريبا، حطينا FiO2 100%. طبعا نببنا المريض بعد التهدئة والإرخاء، حطينا إيتوميدات ميدازولام وفنتانيل، وبلشنا بتسريب بروبوفول مشان يضل هادي معنا. استمر انخفاض ضغط المريض وتطور عنده بنفس اليوم، بنهاية اليوم تطور عنده طفح جلدي فرفوري منتشر. هذا هو الطفح اللي تطور عند المريض. ممكن توصفوا لنا الطفح؟ شو شايفين شباب طفح؟ فرفوري، نعم في فرفوريات لاحظينها هون الأطراف السفلية متنخرة منتشرة بكامل الجسم، تنخر مع فرفوريات بكامل الجسم. شو أسباب الفرفوريات؟ في ثلاثة تشخيص تفريقية تحطوا بذهنكم إذا شفتوا هيك فرفوريات. برافو عليك صالح. أول شغلة تفكر فيها نقص الصفيحات، ما بدي أشوف حدا ما يقول نقص الصفيحات بأسبابه المختلفة غيره. مكورات سحائية، برافو عليكم، معظمكم كتبها. أنت لازم تويتر هاوس فريدريكسون كمان. ما بدي تقول هينوخش اللاين، اللي التهابات الأوعية بشكل عام، التهابات الأوعية بأسبابها المختلفة. الله، هينوخش اللاين ما بيسبب كل الحالة،
يعني اقصى شيء بسببه هي الاوفشور لاين ممكن يعمل انغلاف معوي، لكن سببنا الحاله الشديده لا ما بسبب، بس بشكل عام التهاب الاوعيه نقص صفيحات وبعض الانتانات وعلى راسها الانتان السحائيات. في انتانات ثانيه بتعمل فرفوريات مثل مثلا الحمى الصفراء، حمى الجبال الصخريه المتصدعه. اذا التهاب اوعيه، التهاب انتانات والنقص الصفيحات. اذا هلا عم نستنى التحاليل، وجدت التحاليل واخيرا وبدي حدا متبرع يكون ما شاركنا اول يوم. سعد، دكتور سعد. دكتور سعد طيب معنا هبة، مين هبة؟ حكيم ممكن شاري؟ لا ما ممكن. نشوف عنصر نسائي. هبة بتقدر تشاركينا يا هبة؟ هبة مين هبة يا شباب؟ هبة عتيق؟ طيب ما مش ما بتشارك. دكتور رضا بتشارك؟ طيب صالح متى تفضل يا دكتور رضا تفضل. علقنا التحاليل يلا، اكيد الشباب كلهم شافوا التحاليل، علقنا اليوم انت حكيم. هلا الكريات البيض ضمن المجال الطبيعي، المجال الطبيعي الصفيحات منخفضه بشده، ف يعني صفيحات 12000 ايه يعني الحد الادنى 150000 حسب القيم اللي بالمخبر. اليوريا كمان ضمن المجال الطبيعي. الكرياتينين مرتفع ممكن يكون نتيجة نقص الحجم، نعم يعني قصور ما قبل الكلوي. CRB لازم تستجاب التهابية، CRB مرتفع ففي عنا حالة إنتانية كمان هاي من دلالاتها. CSR ضمن الطبيعي، الجلوكوز ضمن الطبيعي، AST بيليروبي مرتفع والله شوي 2.5 اي نعم على حساب الدايت. طيب كمل. الألبومين منخفض ممكن يكون كمان مرتفعة. زمن النزف والتخثر متطول بشدة، والدي دايمر كمان مرتفع بشدة 10000. طيب اللطاخة الدموية طلع في عندنا توكسيك جرانوليشن دهلي بوديز والفاكيوليتد نيتروفيلز وبورسيلز، هدول هن طلعوا باللطاخة. طبعا هاي البورسيلز تطلع عنا بالقصور الكلوي خلايا المشوكة، الدولهي والتوكسيك جرانوليشن، أي حالة استقلابية بالجسم ممكن يطلعوا هدول، ما النوعيات كثير، أي حالة استقلابية إنتانية في الجسم، بس هاي الخلايا المشوكة بنشوفها بالقصور الكلوي. أشو دلالة الارتفاع البيتا والبيتا تكي ونقص الصفيحات والدي دايمر يا دكتور رضا؟ شو الحالة بتتماشى مع نقص الصفيحات، تطاول بيتا، تطاول بيتا ديكي والدي دايمر مرتفع؟ نقص الصفيحات راح يدلنا على مشكلة بالصفيحات، أزية مناعية للصفيحات مثلا، طول زمن نزف بس ما بتطاول بيتا والبيتا ديكي. تطاول بيتا والبيتا ديكي شو بيدلنا؟ دلنا على استهلاك عوامل التخثر. معناتها في عندنا شغلتين، استهلاك للصفيحات واستهلاك لعوامل التخثر الدي اي سي. تماما التشخيص التفريقي المهم او التشخيص الحقيقي المفسر لهي الحاله هو التخثر داخل الاوعيه المنتشر الدي اي سي. عفوا، اذا الحاله حاليا صارت معنا دي اي سي مع قصور كلوي. اذا عندنا اذيه بعضوين مهمين، ان الدموي، جهاز دموي والجهاز الكلوي. انتقلت باقي التحاليل. الصوديوم كان 152 مرتفع، بوتاسيوم ناقص شوي 3.4 ما كثير يعني ساعدنا البوتاسيوم بالتفسير انقلابات تي. الكلور 107 طبيعي، الكالسيوم 6.1 كالسيوم نازل بشده. غازات الدم يلا مين بدي يعلقنا على غازات الدم؟
يلا يا صالح تفضل. بدي الكل يشارك بس انا شفتكم شوي بعست. حكيم حكيم في عندنا حماض البي اتش نازلي بي اتش طبيعي 7.35 7.45 معناتها نازله. في عندنا حماض عندنا البي او 2 ضغط الجزيئه الاكسجين منخفض بشده فهذا داخل قصور تنفسي قبل ما نحط المريض على المنفسه كان عم يفرش المريض. والضغط الجزيئي للسي او 2 74 مرتفع كثير فصاير عنده حكيم بالاضافه الى الحماض الاستقلابي في عنده حماض تنفسي كمان. ليش حماض استقلابي؟ شد بيكربونات ضمن الطبيعي 15 ضمن الطبيعي بس في عنده شويه ارتفاع باللاكتات يعني اللاكتات لاربع مقوله. حكيم فغالبا هذا دخل ضمن حماض تنفسي لانه دخل بقصور تنفسي المريض اذا لاحظت كان عنده اي ار دي اس مثل ما او ذات رئه فيروسيه. تمام. طيب حماض استقلاب عفوا تخطيط القلب عنا خططنا له قلبه من جديد مثل ما لكم ملاحظين جي بي في عنده عدم انتظام البي ار اذا لاحظنا هون البي ار طبيعيه لكن هون متطاوله شوي هون عم تسقط تطاول تدريجي في البي ار بعدين تسقط. حكيم هذا مو بتزون اذا وينك باخ مو بتزون حصار درجة ثانية واحد والانقلابات تي ما زالت موجودة عدم الانتظام جاي من هذا الحصار عادي بيصير بأي حالة حتى ما بده علاج الأتروبين. يعني أنماط صدمة 4 لازم نذكرها الهايبوفوليميك ممكن هذا المريض نتيجة لقياءات شديدة صار عنده هايبوفوليميك النزف مثلا المريض عم ينزف. الكارديوجينيك ممكن يكون صدمة قلبية مشكلة في القلب مثلا احتشاء عضلة قلبية قصور قلب ارتياع عضلة قلبية. الصدمة الانسدادية بتكون خارج القلب صدمة رئوية ريح صدرية ضاغطة فطام تاموري يمكن كلهم هدول يضغطوا على القلب يضغطوا على العود الوريدي. الصدمة التوزيعية هي صدمة تكون بالأوعية مثل ما حسين بتوسع أوعية محيطية مثل مثلا الصدمة العصبية الصدمة الإنتانية مثل مريضنا مثلا والصدمة التحسسية وعندنا الصدمة الكظرية أيضا هدول من الصدمات التوزيعية. إذا هدول أربع أنواع الصدمة كثير مهم نعرفهم. مريضنا مبدئيا يتماشى مع صدمة توزيعية اللي هي صدمة إنتانية أو صدمة نقص الحجم. عدلنا السوائل الوريدية كنا عم نعطي سيروم ملحي لكن لاحظنا أن الصوديوم مرتفع فبصير نعطي سيروم ملحي الصوديوم مرتفع؟ أكيد لا بس شفنا الصوديوم مرتفع يا شباب نعطي سيروم ملحي نص نظامي عدلنا الحالة لسيروم ملحي نص نظامي. الصادات الحيوية بعد ما تأكدنا أنه المريض دخل بصدمة إنتانية دائما بصدمة إنتانية نغطي بسيدوموناس ونغطي المكورات العنقودية فعطينا فانكومايسين. فالشباب اللي تسرعوا من البداية كنا معهم شوي لكن ما كنا معهم بالبداية لكن الآن الحالة صدمة إنتانية فالصدمة إنتانية نغطي بسيدوموناس ونغطي العنقوديات الذهبية. بسيدوموناس في كثير أدوية بتغطي بسيدوموناس مثل الامبينيم مثل الميروبينيم مثل التازوسين ببراسلين تازوبكتام مثل السيبروفلوكساسين كينونات بشكل عام الامينوكليكوزيدات كمان. فانتبه هون على تعديل الادويه بقصور الكلوي. لاحظوا حذفنا السيفترياكسون اجى واحد قال خيو هي صدمه انتانيه ونحذف السيفترياكسون فنعطي شيء لبسيدوموناس خلى الديكساميتازون عطى بيكربونات الصوديوم عطى كربونات كالسيوم لانه كان في عند المريض في عنده نقص في الكالسيوم اذا لاحظتوا الكالسيوم عنده 6 حطينا قسطره بوليه وطلع في عندنا شح بولي
المريض دخل بقصور كلوي حاد اذا لاحظتوا كرياتين كان 3. بلشنا باعطاء اللازمه الطازجه المجمده مشان نعدل الدي اي سي، جرى 20 ملي على الكيلو، يعني هذا المريض مثلا ممكن يطلع له 3 كياس بلازما ل 4 20 ملي وليس ملي جرام، ملي يعني هي كيس البلازما تقريبا 250 ملي. طلبنا زعدم وطلبنا تروبونين المصري، مش انقلابات تي، طلبنا تروبونين المصري. اذا هي المعالجه الاساسيه للصدمات الحيويه، هي معالجات الداعمه وهي السوائل الوريديه، وطلبنا بلازما طازج مجمده. المريض كان كثير متوزم، عم بينز من كل محل، بينز دم، حتى موضع القسطره الوريديه المركزيه كان عم بينزف منها، لانه المريض عنده نقص صفيحات شديد 12000، لازم معناتها ننقل صفيحات. الحراره 40، الضغط بلش يتحسن على النور ادرينالين، النبض ما زال متسرع، عدد مرات التنفس متسرع، الاكسجه على التهويه الاليه 95، عم يفتح عينيه بين الحين والاخر، حدقات متساويه متفاعله الضوء، النبض الفخذي مجسوس لكن النبض المحيطي لم يكن مسوسا والاطراف بارده. التروبونين طلع عالي، الطبيعي للتسعه طلع عندنا 327، يعني هذا صار عندنا عضو جديد من الاعضاء يعني ايضا كمان اصيب. فلذلك طلبنا ايكو قلب، كان في عندنا ايجكشن فراكشن 35%، شد الطبيعي شباب على الشات. كون عندنا يعني قصور كلوي وحماض تنفسي ممكن نعوض احيانا بكربونات، بس لاحظ حطينا 150 ملي مكافئ بكربونات، يعني ما يشي، هيدا عباره عن 3 امبولات بكربونات، نحن نعوض اكثر من هيك بكثير، يعني فوق ال 45 شباب، فوق ال 45 ارقام، يعني معظمكم حطها عاليه كثير، يعني هلا اعمل ايكو قلب لحالي بيطلع 55، اذا فوق ال 45، إذا بشكل عام منخفض عند المريض، بس مشان يعني نكون دقيقين 45 فما فوق. إذا عندنا انخفاض بالقلوصية تبع المريض، انخفاض بحركة الحجاب الحاجز بين البطينات، الحركة القمية لساتها جيدة. البطين الأيمن كان يعني القصور فيه معتدل لخفيف، ما في عندنا انصباب تأمر. إذا في عندنا اعتلال عضلة قلبية، ممكن يكون اقفاري، ممكن يكون في سياق المرض. اللطاخه الدمويه اجت مكورات من زرع الدم، اجت مكورات مضاعفه سالبه الجرام، اللي هي المكورات الرئويه، مكورات عفوا السحائيه تكون مضاعفه شكلها مضاعف وسلبيه الجرام. زرع الدم اجى كمان نيسيريا سحائيه، وكان حساس للسيفترياكسون، واللي اعطى سيفترياكسون في البدايه فكان صحيح، فتشخيص النهائي هو فرفوريه الصاعقه بالنيسيريا السحائيه او متلازمه ووتر هاوس فريدريكسون، هي حاله شديده جدا ومعديه جدا، وكل شيء كان على تماس مع هذا المريض لازم ياخذ ريفامبيسين او سيبروفلوكساسين للوقايه من الحاله. التهاب السحايا بالسحائيات شكل نادر جدا، اللي بياخذ لقاح السلين ما بيصير معه التهاب السحايا بالسحائيات، وطبعا معظم الناس اللي بعد يعني 1990 اخذوا اللقاحات الشاملة فما بيصابوا بالسحائيات، فهي حالة نادرة جدا جدا، لكن حالة خطيرة جدا، ممكن تؤدي الى قصور كظري، ممكن تؤدي الى صدمه، ممكن تؤدي الى قصور اعضاء متعدده مثل ما شفنا هذا المريض، اعتلال عضله قلبيه، قصور كلوي، الجهاز الدموي اضطراب، قصور تنفسي دخل اي ار دي اس طبعا نتيجه انه توفى المريض. فهي الحاله كانت للدراسه، اسف انه تاخرنا لكن منتظر اسئلتكم. ما في مشكلة، اللي بده يسأل يفتح الميكروفون. الله يعطيكم العافية.